ازيك يا مريم؟ عاملة ايه؟ اوكي حاضر، بس نبدأ بس نعملهم لك على طول ان شاء الله. ربنا يكرمك يا سلمى يا رب. لما كنا بنعمل سبتوتال سيرودكتومي كنا بنحب نربط الانفير سيرود ارتري، مهمة قوي عشان اقلل البلاد سبلاي للجزء اللي حسيبه من الجلاند عشان ما يكبرش تاني. يمكن الحكاية دي ما كانتش بتبقى مهمة قوي في السيمبل، لكن التوكسيك بتبقى فاسكولار قوي، ولو سبتها ممكن تكبر فعلا تاني، لو سبتها ممكن تكبر تاني. عشان كده كنا بنفضل ان احنا لازم نربط الانفير سيرود ارتري بالذات في التوكسيك جويتر تو ديكريز الانسيدنس اوف ريكرنس. ازيك حماد، عامل ايه يا حبيبي؟ انت عندك امتحان يا نورهان ولا ايه؟ ازيك يا مي، عامله ايه؟ ربنا يكرمك يا اسراء يا رب. ايه اخبار قعده امبارح؟ حضرتك كانت مفيده؟ ربنا يكرمك يا مي يا رب، ربنا يكرمك. قعدة امبارح كانت مفيدة يا ولاد ولا ايه الأخبار؟ طيب الام اس كيوهات ظبطت شوية، الريت ظبط أكتر من الأول. حلو، يعني الريت ده دلوقتي راضيكو، الريت ده دلوقتي راضي الناس. انا مش عارف اقرا اللي انت كاتباه يا مريم، لكن البريست الليمف فيسل ماشي جوه البريست، فلو واحده عندها كانسر بريست الليمفاتيك اللي جوه البريست بتبقى متاثره. الحالات يا اولاد، ينفع لو في عاده، بس انا مش بتكلم على كده. الناس اللي حضرت الحالات استفادت؟ الناس اللي حضرت الحالات استفادت؟ هو انتوا ما تقلقوش، هي الحالات كلها هتبقى موجودة ان شاء الله على السايت، محلولة كلها ان شاء الله بعد كده. يعني كل حالات القصر العيني وكل حالات عين شمس وحالات كتيرة هتبقى محلولة على السايت يعني. لكن انا قصدي لما انتوا قعدتوا امبارح تتناقشوا في الكيسز بعد ما ذاكرتوا على طول، استفدتوا من حالات كمان؟ حاضر، هديكوا الملف بتاعت الكيسز والام اس كيو قبل الحصه، مفيش مشكله يا تو، هديكوا الكيسز والام اس كيو قبل الحصه. دكتور مصطفى كان كويس؟ حلو جميل. على فكرة اللي معاكم دول أول وتاني دفعة عين شمس، اللي معاكم دول أول وتاني دفعة عين شمس، بس هما بقالهم 6 شهور بيساعدوني دلوقتي، ف يعني اعتقد ان هم نشفوا او بقى كويسين ما شاء الله، يعني بقى شاطرين يعني. ان شاء الله ربنا يا رب يكرمك يا اولاد ان شاء الله. نبدا،
انا عشان تعرف انا عندي مشكلة ان الثايرويد هتفتح مني في عدد الحصص اكتر من اللي موجودة في الجدول، هتفتح مني شوية اكتر من الموجود في الجدول، فمش عايزين نضيع الوقت بقى دلوقتي. الو يا حوده، بدأت اهو في حاجة؟ عصير 6:30 معاك؟ طيب ماشي ماشي، طيب سلام. بص يا ده، انا فضلت ادي الكومبليكيشن قبل الكلينيكال بيكتشر، فضلت ادي الكومبليكيشن قبل الكلينيكال بيكتشر عشان خاطر الكلينيكال بيكتشر فيها جزء كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن، يعني الكومبليكيشن فيها الكلينيكال بيكتشر فيها جزء كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن، فانت لما تبقى عارف الكومبليكيشن تعرف الكلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن. بص يا اول حاجه الكومبريشن على التراكيه، عايزكم تاخدوا بالكم ازاي السوفت تيشو ماس ده ضغط على التراكيه، ازاي السوفت تيشو ماس ده ضغط على التراكيه لدرجه انها اتسحلت بقت رفيعه من هنا كده، شايفين المنظر ده؟ التراكية لما انضغطت كده بقت سليت لايك، سليت لايك، واتعمل لها كومبريشن، والعمكم ممكن تنضغط من هنا ومن هنا كمان، يقولوا عليها انها بتبقى شبه غمد الخنجر، سكابرد تراكية، سكابرد يعني غمد الخنجر، الغمد اللي هو ده ولاد، الغمد اللي هو الخنجر بيتحط في الغمد، الخنجر بيتحط في الغمد، فهي بقت كومبريسد كده من فروم بوث سايد لدرجه انها بقت شبه غمد الخنجر. الحقيقه ان الاشعه جميله قوي يا اولاد ومبينه قوي حكايه سكابرد تراكيه غمد الخنجر، ان التراكيه السوداء اللي فيها هواء السوداء دي اتسحلت من تحت كده واصبحت وكانها غمد ايه؟ الخنجر. فممكن التراكيه تبقى كومبريسد from both sides او from either sides وتعمل انترو بستيريور سليت فتبقى شبه غمد الخنجر، يعني تنبعك كده ولا تنبعك كده، تبقى انترو بستيريور سليت سليت فتبقى شبه غمد الخنجر. طبعا اللونج ستاندنج كومبريشن بتاع الثيرويد على التراكية بيعمل تراكيوم ماليشيا، ودي كنت ناقشتها امبارح النوبه اللي فاتت، الحصه اللي فاتت، مع حد فيكم لما سالني ليه بيحصل تراكيوم ماليشيا، يعني كان في سؤال في ابتدائي علي لما ياتي تقوم القصبه الهوائيه مفتوحه دائما، كنا نقول لانها تحتوي على حلقات غضروفيه غير مكتمله اللي هي السيرينجز، ولكن مع البرولونج كومبريشن على التراكيه مثلا 10 سنين السيرينجز بتطرى، بتبقى سكيميك، تبقى سكيميك وتطرى، تبقى طرية، دي سموها حصل كوندرو ماليشيا ويقولوا عليها تراكيو ماليشيا، كوندرو ساعات يقولوا عليها كوندرو ماليشيا وساعات يقولوا عليها تراكيو ماليشيا، المهم ان السيرينجز بقت طرية قوي، ودي مشكلة بقى لان في العمليات ساعات بتعمل بوست اوبرتيف ريسبيراتوري ديستريس والعيان يحتاج تراكيوستومي، يعني التراكير رينجز دي ممكن تكولابس في البوست اوبرتيف، في البوست اوبرتيف يحصل لها كولابس، يقوم العيان يتخنق ولازم اعمل له تراكيوستومي. عشان كده انا كلينيكالي انا الكارتريج افاسكولار يعني ما فيهوش من جوه بلاد فيسل، بياكل من البريكورديوم، لكن مفيش اي حته في جسمنا، اي حته في جسمنا ما بتاكلش من الدم،
مفيش اي حته بجسمنا ما بتاكلش الدم. هم لما يقولوا لك اولاد الكارتريدج افاسكولار يقصدوا افاسكولار بالنسبه للعظم، افاسكولار بالنسبه للعظم، العظم البلاد فيسل جواه، لكن الكارتريدج البلاد فيسل كله في البريكورديا، فاهمني؟ فالكارتريدج نفسه افاسكولار بياكل بالديفيوجن، بياكل بالديفيوجن لكن بياكل من البريكورديا، فانت لو ضغطتي عليه وخليتيه سكيمك فتره بيطرى بيطرى، فاهمين يا رب؟ ويعمل حاجة اسمها كوندروماليشيا أو تراكيو ماليشيا. والعنف البوست أوبراتيف ممكن يحتاج تراكيوستومي. كومبليكيشن تانية ممكن يحصل ريتروسترنال اكستنشن، يعني الجويتر تنزل ورا الاسترنال، الجويتر تنزل ورا المانوبرام استرناي، فيقولوا عليها ريتروسترنال اكستنشن او ريتروسترنال جويتر. بتنزل ليه بقى ورا المانوبرا مسترنا يا اولاد؟ عشان خاطر الثايرويد كارترج كده والكريكويد كارترج اهو والتراكية، وادي الاسترنم. في عضلة هنا اسمها ايه؟ في عضلة هنا اسمها ايه يا ولاد؟ استرنو ثايرويد، تمام. لو تاخدوا بالكم انا هحط بقى الثايرويد كده، انا عايزك تتخيل انها متغطية بالاسترنو ثايرويد مصل، فهي مش عارفة تقبل لفوق لان الاسترنو ثايرويد مصل قافلة عليها، فمش عارفة تقبل لفوق، بس هي عايزة تكبر، عايزة تكبر، فهي مش عارفة تقبل لفوق، والنيجاتيفيتي بتاعت الشيست بتزقها لتحت. انت كثايرويد نفسك تكبر، حط نفسك مكان الثايرويد. لو انت مكان الثايرويد ونفسك تكبر ومقفول عليك من فوق هنا بعضله اللي هي استرنو ثايرويد والدنيا تحت في الشيست نيجاتيف، تعمل ايه؟ انت كثايرويد تعمل ايه؟ رد عليا، انت كثايرويد تعمل ايه؟ تنزل الشيست. الله، يعني ما هي مقفول عليها من فوق وهي نفسها تكبر، وبعدين حتى لما بتيجي تكبر لقدام الاسترنو ثايرويد ماسل والاستراب ماسل حيشاها مش سايباها قوي يعني، وبالذات في الرجاله لان عضلات الرجاله اقوى من عضلات الستات، لان عضلات الرجاله اقوى من عضلات الستات، عشان كده ريتروسترنال جويتر مور كومن ان ميلز. لا عارفه تكبر لفوق ولا عارفه تكبر لقدام بسبب العضلات القويه. لا عارفه تكبر لفوق ولا عارفه تكبر لقدام بسبب العضلات القويه، فهيحصل ايه؟ هتقوم متزحلقه ورا المانوبرا مسترناي وتعمل حاجه اسمها ريتروسترنال اكستنشن. يبقى اول كومبليكيشن خدناها انها ممكن تضغط على التراكيه تعمل سكابرد تراكيه وتعمل تراكيو ماليشيا. يعني على التراكيه هنسمع كلمتين، كومبريشن على التراكيه هنسمع سكابرد تراكيه وتراكيو ماليشيا، سكابرد تراكيه وتراكيو ماليشيا. ممكن تعمل ريتروسترنال اكستنشن بالذات في الرجاله اكتر من الستات عشان العضلات بتبقى قويه فبتضطر تنزل لتحت. ممكن تقلب توكسيك في 30% من الحالات. مين بقى اللي هيقلب توكسيك يا اولاد؟ غالبا مش النديول، غالبا الانترنوديولار تيشو اللي هيقلب توكسيك. ليه يا اولاد اللي بيقلب توكسيك؟ غالبا الانترنوديولار تيشو. مش النديولز، عشان النديولز ان اكتف، النديولز ار فايبروتيك، تمام، النديولز ار فايبروتيك وبالتالي الاكتيفيتي في الانتر نوديولار تيشو، فالانتر نوديولار تيشو دي بيحصل فيها طفره ميوتيشن، نيو ميوتيشن، وتفقد التبعيه للتي اس اتش، تبقى بريف بتفرز ثايروكسين لوحدها، لوحدها ثايروكسين كتير قوي لوحدها من غير ما تي اس اتش يقول لها، فعماله تفرز كميات كبيره كميات كبيره، يعني الانتر نوديولار تيشو اصبحت
صايعة ملهاش كبير، ما بتسمعش كلام التي اس اتش، هي فقدت الخلية، الخلية بتاعت يعني مثلا ادي اسينس كده، الاسيناي دي خلايا كده، فالخلايا حصل فيها طفرة، ما بقاش فيها ريسبتور للتي اس اتش، ما بقاش فيها ريسبتور للتي اس اتش، بقت بتفرز مع نفسها، تفرز كتير كتير كتير، يقولوا عليها اوتو اوتو اوتونوماس، يعني ذاتية التشغيل، زي ذاتية التشغيل، زي اوتوموبيل يعني موبايل ذاتي اوتونوماس، فاهمينها؟ لا، ان الانترنوديولار تيشو بيحصل فيها طفرة، فالطفرة بتخلي الانترنوديولار تيشو اوتونوماس وتفقد التبعية للتي اس اتش. حصلت ليه الطفرة؟ ما نعرفش ما نعرفش، بس الغدة دي اصلا يا اولاد مش مظبوطة، بأمارة ان كل البنات جوه كلية الطب عادي، وواحدة معينة اللي جالها نوديولار جويتر، فالسعرات بتاعتها برضو مش قشطة قوي، فاهمني؟ لان كل صحباتها اتعرضوا لستريس ما عدا هي اللي جالها نوديولز، فاهمينها؟ لا، وبالتالي الانتر نوديولار تيشو كمان مش بيرفكت، يعني الانتر نوديولار تيشو كمان مش بيرفكت، فاهمينها؟ لا، ولذلك الانتر نوديولار تيشو ممكن تقلب ايه؟ اوتونوماس. ممكن النديولز يحصل فيها سيستيك ديجنريشن، يعني نلاقي الغده كده مليانه نديولز كده، وفي واحده اتحولت لسيست، حصل فيها سيستيك ديجنريشن، يبقى اول واحده انا قلتها ان يحصل ريتروسترنال اكستنشن، تاني واحدة قلتها إن ممكن يحصل سكندري سيرتوكسكوزيس في 30% من الحالات، يقولوا عليها سكندري سيرتوكسكوز لأنها سكندري لسيمبل نودولار جويتر، أو يقولوا عليها ساعات بلامر ديزيز، يقولوا عليها بلامر ديزيز أو سكندري سيرتوكسكوز لأن العيانة كان عندها سيمبل نودولار جويتر وقلبت توكسيك. ممكن نديول يحصل فيها سيست، ممكن نديول يحصل فيها سيستيك تشينج، فاهمين يا ولاد؟ سيست فورميشن. وساعات السيست دي يا ولاد يحصل فيها هيموريدج، والعانه تتخنق، يعني السيست دي لو حصل فيها هيموريدج الغده بتكبر بسرعه قوي، الغده بتكبر بسرعه قوي لان السيست عماله تكبر تكبر من النزيف اللي جواها، فالسيست عماله تكبر بسرعه قوي، والسيروده يا ولاد تحت دي فاشيه، فمش عارفه تطلع لبره، فراح الضغط على التراكيه، شبه ايه خدناه؟ يعني شبه الهيمورج، تمام؟ شبه الهيمورج اللي خدناه في الاوبرتيف، عارفين لما قلت لكم ان الواحده يجي لها رياكشن الهيمورج في البوست سيرودكتومي، يجي لها رياكشن الهيمورج، ممكن تتخنق لان الهيمورج تحت الديب فاشيه، تحت الديب فاشيا، فيعمل حاجه كده زي كومبارتمنتال سندروم، فيعمل كده حاجه زي كومبارتمنتال سندروم ويخنق الوليه، فبرضه الهيموريدج ده جوه السيست بريشر والجلاند عماله تكبر، يقوم ضاغط على التراكيه خانقها. بنعرفها ازاي يا ولاد؟ واحده عندها سيمبل مالتي نودولار جويتر وهي بتكح مثلا، راح حاصل هيموريدج في السيست، فيجي لها سيفير بين وانكريز في النيك سويلنج، سيفير بين وانكريز في السايز بتاع النيك سويلنج، ويبقى لونه بلوش وتتخنق وتموت، خطر صح؟ يعني واحدة عندها سيمبل مالتي نودولار جويتر وانا نصحتها تعمل عملية، قالت لي انا من انا محافظة ما بتعملش عملية، ما رضيتش تعمل عملية، في مرة وهي بتكح هتموت هتموت، فبتصحي جوزها
جوزها هيصحى ولاده ولا لا؟ لا، هو دلوقتي نايم ومش عايز حد يتضايقه، فهي دلوقتي بتتخنق مش كده رد؟ فهتروح بسرعة تخبط على أقرب دكتور، فندهتك ندهتك، فالولية عمالة تقول لك كالكوعة بتكبر، وأنا بموت، فاهم ولا مش فاهم؟ طبعا أنت مش هتفهم إلا لو كنت خدتها بحيث إنها تكون عدت عليك قبل كده. جوزها هيعمل نفسه نايم. فاهمين يا؟ بنقوم نعمل ايه في اللحظه دي؟ لا، بنحط ابره كده ونصفط الدم، نحط ابره كده في النديول ونصفط الدم، وبعدين نقوم لغايه ما الريسبيرت الدستريس يروح، وبعدين نركبها عربيه الاسعاف، وبعدين نبعتها على المستشفى تعمل ايرجنت سبتوتال سيرودكتومي، او ما فيش حد بيعمل سبتوتال بصراحه، ايرجنت توتال سيرودكتومي، ان احنا نعمل لها ايرجنت توتال ايه، ولانها سيرجيكال ايمرجنسي حلوه قوي يا اولاد في امتحان الكلينيكال، يعني الهيموريدج في النديول دي سيرجيكال ايمرجنسي، ولذلك حلوه قوي في امتحان الكلينيكال، يعني لما بيجي في امتحان الكلينيكال يسالك ايه الكومبليكيشن بتاع سيمبل مالتي نودولار جويتر، فانت بتقول له مثلا ممكن انها تقلب ريتروسترنال، فيسالك لو قلبت ريتروسترنال تتوقع انها تقلب ريتروسترنال في الرجاله اكتر ولا في الستات؟ فانت هترد تقول له في ايه؟ فانت هترد تقول له ايه؟ في الرجاله اكتر، لان العضلات قويه فهي مش عارفه تقبل لبره، وبعدين بتقوم مسحوبه على الشيست بالنيجاتيفيتي. انت هتقول له انها ممكن يحصل ريتروسترنال اكستنشن، ممكن تقلب توكسيك، ممكن تقلب توكسيك، فيسالك مين اللي بيقلب توكسيك عاده، النديولز ولا الانتر نوديولار تيشو؟ الانتر نوديولار تيشو هي اللي بتقلب اوتونوموس، تمام. انت هتقول له بقى ممكن يحصل هيموريدج، في اللحظه دي يا ولاد تقولش ازازه بيبسي واتفتحت في ايدك، بيبقى متكيف قوي من حكايه هيموريدج في النديول، وان الهيموريدج في النديول عملت للولايه ريسبيراتوري ديستريس، فاهمين يا؟ فهو بيسالك تعمل ايه، فانت تقول له بمد ابره واشفط الدم من النديول لغايه ما ضيع ريسبيراتوري ديستريس، واعمل لها ارجنت توتال سيرودكتومي، فهو بينبسط قوي يا، يعني بيحس ان هو اتكيف كده من استجابتك للإمرجنسي، يعني فاهمين يا؟ فحلوه قوي حكايه الهيموريدج دي. طب ايه ميست الكالسيفيكيشن دي؟ هو انا لما بحس السيمبل مالتي نودولار جويتر مفروض احس انها فيرم انكونسيستنسي، طب لو لقيت الجويتر هارد انكونسيستنسي افكر في ايه؟ كانسر اكيد، يعني لو لقيت الجويتر هارد انكونسيستنسي هفكر في كانسر طبعا، يعني فهمني يا ولاد ولا لا؟ عشان كده احنا نفضل طبعا ان لو في حاجه هارد نانفستيجيت كويس، ممكن تطلع كالسيفايد، يعني نديول كالسيفايد فبقت هارد فبقت شبه الكانسر، يعني نديول كالسيفايد فبقى هارد فبقى شبه الكانسر، بس ممكن تطلع كانسر، فاهمين يا ولاد؟ ولذلك الكالسيفيكيشن ده مهم لانه سيميوليتنج الكارسينوما. ممكن تقلب مالجنانت في 3% من الناس، ريرز انها تقلب مالجنانت في 3% من الناس، فاهمين على ده؟ لا بصراحه السيمبل نودولار جويتر ممكن تقلب تعمل بريشر مانيفستيشن، ممكن يعني لو ضيعنا كده الحبر ممكن تعمل بريشر، واكتر بريشر على التراكيه، وتعمل سكابرد تراكية، وتعمل تراكيوم ماليشيا، ممكن تضغط على الاسوفيجاس تعمل ديسفيجيا، على الريكارنت لارينجيال تعمل هورسنس اوف فويس، بس مش ده اليوجوال، مش ده اليوجوال، اليوجوال لما بتضغط بتضغط على التراكية، فاهمين يا رد؟ ادي البريشر، بريشر مانيفستيشن، ممكن تقلب توكسيك،
في 30% من الحالات ممكن تعمل ريتروسترنال اكستنشن. ممكن تقلب مالجنانت في 3% من الحالات. خلي بالكو توكسيك 30%، مالجنانت 3% من الحالات. خلي بالكو برضو ان في ناس بتقول ان السيمبل نودر جويتر ما بتقلبش مالجنانت، في كتب كاتبه كده. فلو انت في امتحان قلت له ممكن تقلب مالجنانت 3% قلب وشفته وقال لك ايه القرف اللي انت بتقوله، ترد تقول له كتاب القصر العيني اللي كاتب. قول له حضرتك انا اعمل ايه مكتوبه في كتاب القصر العيني في كتاب الاسم؟ اعمل ايه؟ اخد درس؟ فاهمين على هذا ولا لا؟ يعني في ناس صح في كتب بتكتب انها ما بتقلبش مالجنت، ساعات هما بيحبوا يتنططوا وبيتنططوا على عيل صغير اهبل ما بيعرفش حاجه اصلا. فاهمين على هذا؟ وانت بتخاف، فلو لقيت حد بيتنطط عليك وبيقول لك ايه القرف اللي انت بتقوله نيفر تو تيرن مالجنت، انت فيش الا كلمه واحده ترد بيه. هذاك موجوده في كتاب الاسم، هيقول لك كتاب الاسم غلط، صلحوه، انا مالي. انا كطالب انا ذكي ادرى، احفظ يا ذكي يا ادرى، احفظ ذكي ادرى. فاهمين على ده؟ بس ما تخافش، فاهمين على ده؟ ما تخافش في لان الكتاب الاصلي يعني اللي كاتبها، فاهمين؟ بس انا بنبهك هنا ان انت ممكن تتعرض لمشكله جوه الكلينيكال لان دي عليها كونتروفيرس. فاهمين على ده؟ ممكن تعمل سيست. انا عايز اعرف يا اولاد ايه الكومبليكيشن بتاعت اي سيست؟ لا مفيش صح يا مي. هو انت اولاد قعدتوا كل ده جوه كليه الطب وما خدتوش بالكم ان الموضوع ستاتستكس واحصاء؟ يعني جامعه ايه عملت احصاء على 100,000 واحد، ففيهم 3% منهم طلع عندهم مالجنسي وهيستوباثولوجيكال سربرايز. في جامعه او عملت احصاء ثانيه قالت لا ما لقيناش ولا واحد فيهم مالجنت. فاهمين الكلام كله احصائيات اولاد وستاتستكس. فاهمين انتوا المفروض ان انتوا سنه سته الله يخرب سنينكم، يعني فاهمين الطب بيتكتب ازاي وفي مرونه كده. يلا اولاد قولوا لي الكومبليكيشن بتاعت اي سيست. هيموريدج، رابشر، انفكشن، بريشر، كالسيفيكيشن، ولو ليها ميديكال تعمل تورشن. اشهر سيست خدتوها السنه اللي فاتت ايه؟ اشهر سيست خدتها السنه اللي فاتت اوفريان سيست، تمام. وكان ايه الكومبليكيشن بتاع الاوفريان سيست؟ هيموريدج، رابشر، انفكشن، بريشر، كالسيفيكيشن، ولو ليها ميديكال تورشن. ام تكتشف حاجه ان كل الاكياس كده، كل الاكياس. يعني مثلا عبير بتقول لي الدرمويد سيست، عارفه الكومبليكيشن بتاع الدرمويد سيست ايه يا عبير؟ هيموريدج، رابشر، انفكشن، بريشر، كالسيفيكيشن، ولا اي سيست ليها ميديكال ممكن تعمل تورشن. فاهمين هذا؟ لا ده كلام عادي، مش كلام خاص بالاوفيريان سيست، ده كلام عادي. طب مش هنا حصل سيست؟ خلي بالكم ان حصل هيموريدج وحصل كالسيفيكيشن وحصل بريشر، حصل بريشر، حصل هيموريدج وحصل كالسيفيكيشن. فاهمين على ده؟ يعني لان في سيست بقى في جزئيه من الكومبليكيشن لها علاقه بوجود السيست. فاهمين الصفحه دي يا اولاد؟ فهمتوها كويس؟ فهمتوا صفحه الكومبليكيشن دي كويس يا اولاد؟ تمام. الكلينيكال بيكتشر، بص يا اولاد، السيمبل مالتي نودرا جويتر دايما في ميل من 20 ل 40 سنه. تفتكر كلينيكال بيكتشر هتبقى ايه؟ يعني في ميل عندها من 20 ل 40 سنه، اكيد عندها سويلنج في رقبتها، كومبلينت كوزماتيك ديسفيجرمنت، هذا كومبلينت. حاجات بقى بنسبه اقل، حاجات بنسبه اقل ممكن بريشر. قولوا لي اشهر حاجه بيحصل عليها بريشر. تركيب فيجي لها ديسنيا. خلي بالكم ممكن يضغط على الاسوفيجس يعمل ديسفيجيا،
يضغط على الكارنت لارينجيال يعمل هورسنس اوف فويس. بس لقيت، لو لقيت حاجه زي كده اولاد لازم تفكر في ريتروسترنال اكستنشن او مالجنسي. لو لقيت حاجه كده لازم تفكر في ريتروسترنال جويتر او مالجنسي. لكن السيمبل نودال جويتر العاديه اللي في الرقبه دي كبيره ديسني، كبيره ديسني. لو لقيت ديسفيجيا تشينج اوف فويس، لا بنفكر في ريتروسترنال اكستنشن او مالجنسي. ريتروسترنال اكستنشن او مالجنس. ممكن ايه غير بريشر مانيفستيشن كومبليكيشن؟ يعني ممكن تقلب توكسيك مثلا، ممكن يحصل هيموريدج. ايه رايك يا ولاد؟ لو حصل هيموريدج هتعرف ازاي؟ لو حصل هيمورج هتعرف ازاي؟ ديسنيا وبين وانلارجد سويلنج، ديسنيا وبين وانلارجد سويلنج اوف ذا نيك. شايفين الطرايات ده؟ ديسنيا بين انكريز سويلنج، ديسنيا وبين وانكريز سويلنج. فاهمين على؟ طبعا العضله بتضغط على الجلاند والبين نفسه بيعمل سبازم في المصل فبيزود الضغط على الجلاند. يعني حتى البين بيعمل ريفلكس سبازم للمصل ويزود الضغط على الجلاند. فاهمين على ده؟ لا. طب لو عندها واحده عندها سيمبل مالتي نودولار جولتر وانا جيت افحص رقبتها متوقع ان الاقي تو لوبس كبار صح في رقبتها، اوصفوا لي التو لوبس دول، يعني اوصفوا لي مثلا شكلهم، الشيب هيبقى ايه؟ الشيب هيبقى ايه؟ بتر فلاي. تمام، فراشه. طيب السيرفس هيبقى ايه؟ السيرفس هيبقى ايه؟ نودولار. تمام، لان انا بتكلم على نودولار جويتر فاكيد هيبقى نودولار يعني. فاهمين على ده؟ طب الكونسيستنسي هيبقى ايه؟ فيرم. تمام، فيرم انكونسيستنسي. طب لو لقيت حته هارد، خايف، انا خايف. خايف ليه لما لقيت حته هارد؟ يا اما كالسيفيكيشن فتبقى نفدت يا اما مالجنسي، معرفش. هشوف الانفستيجيشن هتقول لي ايه، يا كالسيفيكيشن يا مالجنسي. لعلمكم يا ولاد انا بفحص رقبه العيانه بحس بشوف التراكيه، ممكن التراكيه تبقى كومبريست. بنعمل حاجه اسمها كوخر تيست يا ولاد، نعمل لها كده تلاقي الولاد بتتخنق. لو عملتها كده تلاقيها بتتخنق، تعمل ايه؟ لو انت جيت تتكي كده لقيتها بتتخنق تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ سيبها، شيل ايدك. يعني انت شيل ايدك، شيل ايدك، مكمل ليه؟ شيل ايدك، مش ما شيل ايدك، الولاده هتموت. فاهمين هذا ولا لا؟ ده اختبار اسمه كوخر تيست، ده اختبار اسمه كوخر تيست مثلا، بنعرف فيه بي في تراكيه وماليشيا ولا لا، هناخده في الكلينيكال يعني ان شاء الله ناخده في الكلينيكال. فده اختبار اسمه كوخر تيست. ممكن مثلا احس الكاروتيد على الناحيتين، ممكن احس الكاروتيد على الناحيتين. انتوا بتحسوا الكاروتيد يا اولاد اوبزيت لايه؟ يعني مشهور قوي ان احنا بنحس الكاروتيد اوبزيت لايه؟ صح، سي 6 ترانسفيرس بروسيس اوف سي 6 سيرفيكال فيرتبري، حاجه اسمها كاروتيد تيوبركل على الترانسفيرس بروس اوف 6 سيرفيكال فيرتبري. اسمي غريب قوي يا نهير بصراحه. ده نهير دي بنت صح؟ نهير دي بنت؟ اسم غريب جميل. يعني ايه نهير؟ يعني ايه نهير؟
تصغير نهر. اه نهير. اه صح، في اللغة انا صح، انت عندك حق، انا العربي مهزوز، يبقى انا العربي مهزوز عندي. طب وفي حد اسمه ساد، ايه ساد ده؟ ايه ساد ده ولاد بس، عشان انا يعني اما الاقي. حاضر، تصغيرين نايل سات. طب يبقى تصغير سطر داي مثلا، ما اعرفش يعني، هو حتى سات مش راضي يرد عليا يقول لي هو اسمه ايه بالظبط. الطائر الحزين. ولا لا، ده الواحد برضو بيشوف حاجات غريبة كده، بس هي اسماء يعني غريبة بس جميلة يعني. الكومبليكيشن اللي كان عايز نعيد الكومبليكيشن، الكومبليكيشن يا اما بريشر على التراكية والتراكية تنضغط من على الناحيتين كده وتبقى ستريت لايت سكابرد تراكية، اللي هي شبه غمد الخنجر. بص على الاكس راي كده وانت تفهم ليه شبه غمد الخنجر، بص على المنظر ده وبص على المنظر ده. فالتراكية ساعات تنضغط فتبقى غمد الخنجر، وساعات يحصل تراكيو ماليشيا. فلما يحصل تراكيو ماليشيا يعني السي رينجز بتاعت التراكية تبقى طرية، فممكن العانة تتخنق في العمليات، ممكن يحصل ريترو ستيرنال اكستنشن يعني الثايرويد تخش ورا الاسترنم، ممكن تحصل سكندري ثايروتوكسكوزيس في 30% من الحالات، والتوكسيستي ما بتبقاش في النديولز لان النديولز فايبروتيك، تبقى في الانتر نودولار تيشو. ممكن يحصل سيستيك ديجنريشن، سيستيك ديجنريشن، ويحصل هيموريدج في السيست، ولو حصل هيموريدج في السيست بيحصل ترايات. يلا اسمع الترايات كده منكم، قالت لو حصل هيموريدج في السيست الترايات، اسمع الترايات منكم. بين ديسنيا انكريز في السوالف، تمام. ممكن يحصل كالسيفيكيشن وساعتها هتبقى شبه الايه مالجنسي، ممكن يحصل مالجنسي في 3% من الحالات. بص يا لو الثايرويد كبيره قوي، اللوب كبير قوي، ممكن يزق الكاروتيد بعيد عن عظمته، ولو زق الكاروتيد بعيد عن عظمته مش هعرف احسه. شريان ولاد بيتحس اجينست البوم بتاعته، فلو الجويتر كبرت وزقت الكاروتيد بعيد عن عظمته مش هعرف احسه، عشان كده ممكن احس كاروتيد على ناحيه، يعني ناحيه احس عليها كاروتيد وناحيه ما احسش عليها كاروتيد، ما احسش عليها كاروتيد، لان انا ايه الكاروتيد الثايرويد لما كبرت راحت زقه الكاروتيد بعيد، فزقت الكاروتيد بعيد عن عظمته، فانا دلوقتي مش حاسه. تعال نشوف كده اولاد ايه الكلينيكال بيكتشر. شوف اولاد المنظر عامل ازاي. انا عايز كنت اتخيله بنت عندها 20 سنه منظر رقبتها كده، يعني انت لو رحت تخطب لقيت عروستك رقبتها عامله كده، المهر هينزل اوتوماتيك، ده ينزل المهر، تقول لهم العروسه دي الشاسيه عندهاش حاجه في الشاسيه، فالمهر ينزل على طول قيمه ما نعمل لها العمليه ونظبط الشاسيه، فاهمين يا ولاد؟ فمشكلتها كسماتيك ديسفيجر من طبعا، فاهمين يا ولاد؟ طبعا ممكن تعمل بريشر مانيفستيشن وبالذات على التراكيه فتعمل ديسنيا. لو لقيت صدن انلارجمنت وديسنيا وبين، صدر انلارجمنت وديسنيا وبين، فانا هفكر في هيموريدج. لو لقيت صدر انلارجمنت وديسنيا وبين فانا هفكر في هيموريدج طبعا. لما اجي افحص هلاقي الثايرويد فيرم انكونسستنسي ونودولار سيرفيس والنديولز سموث وفيرم، لو في كالسيفيكيشن ممكن الاقي هاردنس، وده ديفرنشال دايجنوزيس للماليجنسي. ولو هو اللي عنده المنظر ده تقول له يدفع مهر اكتر،
هو بقى هو عنده المنظر ده، وانا هتجوزه يدفع مهر اكتر يا مي، يعلى في المهر، ما انا حرض اتجوزه ليه؟ يعني الكومبليكيشن بتاعت اي سيست يا امين، هيموريدج ورابشر وانفكشن وبريشر وكالسيفيكيشن. والمانجمنت بتاع الهيموريدج يا امين ان انا مدي ابره في السيست اللي بتنزف دي واشفط الدم، يوم الديسنيا تروح. همد ابره في السيست اللي بتنزف دي واشفط الدم، يوم الديسنيا تروح. وبعدين ابعت العيان يعمل توتال ثايرويدكتومي. ابعت العيان بعد كده يعمل توتال ثايرويدكتومي. الكاروتيد بيتحس يا اولاد اجينست سي 6. الكاروتيد بيتحس اجينست حاجه اسمها كاروتيد تيوبركل على سي 6. طبعا لو مش عارف اسال يعني، واسال في الكلينيكال، لازم تتعلم، زمايلك بيجاوبوا، انتوا خدتوا بالكم في ناس جاوبت، فانت ما تخليش عمليات تعليميه تفوتك كده. انفستيجيشن، بص يا ولاد انا حاسبكم انتوا تقولوا لي تحبوا تعملوا انفستيجيشن ايه لعيانه عندها سيمبل مالتي نودال جويتر. ايه رايكم يا ولاد؟ اول انفستيجيشن تحبوا تطلبوه ايه؟ تي 3 وتي 4 وتي اس اتش. كلاسيك تيتشنج احنا بنطلب الباتري كله. يعني كلاسيك تيتشنج بنطلب الباتري كله. طبعا الكلام الجديد قوي ان احنا بنطلب تي اس اتش بس الاول، لان هو الموست سنسيتيف. فالكلام الجديد ان احنا بنطلب تي اس اتش بس الاول، لو لقيت تي اس اتش فيه مشكله بطلب تي 3 وتي 4. بس ده كلام جديد قوي، ده كلام جديد قوي يا اولاد، محدش يقوله لان مش هعرفه غير حد اندوكراين سيرش. فاهمين يا اولاد؟ لكن انت هتطلب 3 تي 3 و 3 تي 4 وتي اس اتش الباتري كلها. طيب بعد ما بتطلب ثايرويد فانكشن تيست، تحب تطلب ايه تاني يا ولاد؟ احب اطلب انتي ثايرويد انتي بودي، يعني انتي ثايروجلوبلين وانتي مايكروزومال انتي بودي. روزومال انتي بودي اللي هو الانتي بيروكسيديز. ليه بقى؟ لان الهاشيموتو الجلاند بتبقى كبيره ونوديلر. هاشيموتو بتبقى الجلاند كبيره ونوديلر. ولو فيكو حد شاطر قوي هقول له ان الديول شكلها ايه. يعني العانه اللي عندها هاشيموتو دي الجلاند كبيره ونوديلر وافلات توبت. جدع جدع يا ساد. هو ساد ده ولاد بنت برضه صح؟ ساد دي بنت لغايه محفظكو. ساد دي بنت صح؟ وسات دي حزينة خالص ما بتردش أو ما بيردش، مش مهم. فهو إيه؟ فلات توبد ده صح. ولذلك بس أنتوا خدتوا بالكم بقى فلات توبد بومبيه، المهم إن الجلاند كبيرة ونودولار. يعني الهاشيموتو الجلاند كبيرة ونودولار، والسيمبل نودولار بويتر الجلاند كبيرة ونودولار. ولذلك بطلب أنتي ثايرويد أنتي بودي. ولذلك اول طلعه كده يا اولاد، اول طلعه انا هعمل ثايرويد فانكشن تيست. ثايرويد فانكشن تيست وبعدين انتي ثايروجلوبلين وبعدين ما شاء الله كده انا ايه شايف حد فيكم على طول قال لي تالت حاجه بقى ايمج الترا ساوند. في الالترا ساوند هيقول لي ان الجلاند كبيره ونودولار، وممكن يقول لي ان النودولار النديول هيتروجينس، وممكن يقول لي ان فيها سيست لان حصل سيستيك ديجنريشن، وممكن ريتروسترنر، ممكن ريتروسترنر. فاهمين يا رد؟ يعني ايه مش فاهم، يعني ايه كلينيكال ما اقدرش افرق بينهم؟ بين ايه يعني؟ افرق بين ايه؟
بين ان في جويتر وريترو ستيرنال جويتر؟ ممكن بحاجه واحده، لو العيانه عندها ميكسيديما، لو العيانه عندها مالتي نودولار جويتر وميكسيديما خلاص هي دي هاشيموتو. لو العيانه عندها مالتي نودولار جويتر وميكسيديما، لو الميكسيديما موجوده خلاص تبقى هاشيموتو. لو الميكسيديما مش موجوده ممكن اتلخبط، يعني لو الميكسيديما موجوده فهي هاشيموتو، لو الميكسيديما مش موجوده ممكن اتلخبط، فبطلب ثايرويد فانكشن تيست. طب قولوا لي يا اولاد، انا بعد ما عملت السونار لقيت نديولز كده، اخد فاين نيدل اسبيريشن، دي النديول دي ايه، النديول دي بي، النديول دي سي، النديول دي دي وإي وإف، اختاروا لي اتنين اخد منهم الفاين نيدل اسبيريشن. اكبر واحده الدوميننت، صح صح، سي ودي، تمام تمام، دي لانها اكبر واحده الدوميننت، وسي لانها سسبيشس. سسبيشس، شايفين يا ولاد الانفلتريتنج ايدج سسبيشس. ولذلك يا ولاد انتوا قعدتوا شفتوا ايه؟ لا ايه دي انا مطمن لها، بي مطمن لها غالبا، سي اي مطمن لها، لكن سي ودي مش مطمن، دي لانها كبيره قوي دوميننت، وايه لان الايجز بتاعتها الريجلر. ايجز بقى الريجلر فيها كالسيفيكيشنز، فاهمين يا ولاد؟ فلو لقيت البوردر الريجلر او في كالسيفيكيشن لا انا هاخد بايوبسي، لان انا مش مرتاح من المنظر، البوردر الريجلر او فيها كالسيفيكيشن فانا هاخد بايوبسي. في الجويتر دايما بناخد فاين نيدل اسبيريشن من نص سنتي لغايه 2 سنتي، بنحب ناخد فاين نيدل اسبيريشن، ما بناخدش كور كاتنج ابدا الا لو اكتر من 2 سنتي، لكن في الجويتر دايما من نص سنتي ل 2 سنتي بناخد فاين نيدل اسبيريشن، ما بنحبش ناخد كور كاتنج بايوبسي ابدا الا لو اكتر من 2 سنتي. شوف العيال، اول حاجه هنعمل ثايرويد فانكشن تيست، فاهمين العيال؟ العينه بتبقى ايو ثايرويد، البيشنت از ايو ثايرويد، لماذا لونها الدكتور؟ لونها الدكتور، يبدو انها مهمه، فاهمين العيال؟ السمبل مالتي نودولار جويتر بتبقى ايو ثايرويد. الاونلي انديكيشن للايزوتوب سكاننج في الطب الحديث يا اسراء التوكسيك جويتر، بس الاونلي انديكيشن الايزوتوب سكاننج في الطب الحديث توكسيك جويتر. هنعمل انثيرويد انتيبودي توكسيكلود هاشيموتو، هعمل الترا ساوند، اعمل فاين نيدل اسبيريشن. اسراء بتسالني ممكن نعمل ايزوتوب سكاننج؟ ممكن، ممكن احكي لك هتلاقي ايه، هتلاقي نديولز كولد والانتر نودولار تيشو نورمال، نورمال وورم، يقولوا عليها وورم، لا هوت ولا كولد، وورم. انا عارف انها حالها كده خلاص، اعملها ليه؟ شوفوا مثلا انا جيت اعمل التر ساوند لقيت نديول زي نديول اهي والسيركمسكرايبد، فاهمين يا ولاد؟ لقيت نوديول والسيركمسكرايد، وهنا برضو لقيت نوديول اهي والسيركمسكرايد، وبعدين رحت قلب الجهاز دوبلر فلقيت النوديول اهي والفاسكولاريتي كلها بره النوديول، الفاسكولاريتي كلها بره النوديول، يبدو ان دي فايبروتيك نوديول بتاعت سيمبل نودولار جويتر. لو كانت مالجنانت كنت لقيت الفاسكولاريتي كلها جوه، كنت لقيت الفاسكولاريتي كلها جوه. يعني السونار حلو قوي في انه يقول لي ان النوديول دي يا اولاد سموث، البوردر بتاعها سموث، ويقول لي ان لو قلبت دوبلر انها افاسكولار، النوديول دي افاسكولار، فموست بروبابلي اتس نوت مالجنانت.
سوناري يقيس سايز ويشوف بوردر وايكو جينيستي وممكن اقلبه دوبلر اشوف فاسكولاريتي، وايكو جينيستي ممكن اشوف فاسكولاريتي طبعا. طبعا تيرات زي بيرات، تيرات زي بيرات، يعني تيرات 1 نورمال ثايرويد، تيرات 2 بناين ليجن بيور سيست يعني بناين ليجن، تيرات 3 لو ريسك فهعيد الالترا ساوند بعد 6 مانثس، تيرات 4 و5 هاخد فاينل اسبيريشن، وطبعا 5 اخطر من 4 لكن 4 و5 هاخد فاينل ايه اسبيريشن. فاهمين على هذا؟ لا، فاللي حافظ تايراد بايراد سهل يحفظ تايراد، ولما يبقى في الراوند يسمع كلمة تايراد ما يتهزش. طبعا في الراوند يا اولاد لحد قال لكم حاجة زي تايراد او بايراد انت ممكن تقول له ما اعرفش عادي. فاهمين على هذا؟ قول له ما اعرفش، حضرتك مش موجود في كتاب القصر العيني، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اخد درس؟ اخد دروس؟ انتوا بتدفعونا لاخد الدروس. فاهمين عاد؟ فيعني كتاب القصر العيني لا فيه البايراد ولا الطيرات. السؤال الجاي، طب هو بيستخدم كتير اليومين دول؟ جدا، فانا احب ان انتوا تبقوا اورينتد بيه. طب هو سهل قوي قوي، بايراد 1 مفيش حاجه، طيرات 1 مفيش حاجه، بايراد 2 في بناين ليجن اكيد ما باخدش منه فاين نيدل، طيرات 2 بناين ليجن اكيد ما باخدش منه فاين نيدل، بايراد 3 بعيد السونار بعد 6 شهور لاني قلقان بنسبه قليله قوي، فبعيد السونار بعد 6 شهور، تايرات 3 بعيد السونار بعد 6 شهور. طب بايرات 4 و5 او تايرات 4 و5 بناخد فاين نيدل. طب ما خلاص، طب ما هي سهله اهي، ما هي سهله، ما احفظهاش ليه؟ ما احفظها، ما يمكن تتقل في نمرتي في اللجنه واخش علميا في وزن العجل في اللجنه، العجل علميا يعني. فاهمين لك؟ يعني ممكن تتقل معاك الله اعلم. فلو تقدر تعرفها اعرفها، لو لقيت نفسك من النوع اللي بيتخنق مش قادر مش قادر ما تحفظ، مالكش دعوه بيها، مالكش دعوه بيها خالص خلاص. تمام. بنعالج السيمبل ديفيوز جويتر ازاي؟ بننتقل للثيروكس. السيمبل ديفيوز جويتر ده اولاد التي اس اتش فيها عالي، فالتي اس اتش خلى الجلاند هايبر بلاستيك، الفوليكل هايبر بلاستيك، زي ايه؟ زي الاندمك جويتر، التي اس اتش عالي فالجلاند هايبر بلاستيك، وزي الفسيولوجيكال جويتر التي اس اتش عالي والجلاند هايبر بلاستيك. طب احنا هنعمل ايه؟ اديها سيروكس، اديها سيروكس، بندي 0.2 مللي جرام بير داي several months تصغر، لان لما بدي السيروكسين، لما بدي السيروكسين التي اس اتش بيوطى، لما ادي السيروكسين التي اس اتش يوطى، يقوم حجم الجلاند يصغر. وبعد كده بمشيها يعني مينتنانس على 0.1 مللي جرام بير دي، يعني علاج السيمبل ديفيوز جويتر ميديكال، علاج السيمبل ديفيوز جويتر ميديكال، يعني علاج الفسيولوجيكال جويتر. لما شرحت يا اميره الباثولوجي بتاع السيمبل مالتي نودولار جويتر، قلت ان بيحصل ريلاتيف سمول دروب في الثيروكسين، يوم يحصل مايلد سمول اليفيشن في التي اس اتش، فالمايلد سمول اليفيشن في التي اس اتش ده بيكومبنسيت، بيخلي الجلاند تكبر شويه وتبقى اي ثايرويد، خلي الجلاند تكبر سنه وتبقى اي ثايرويد، فهي اي ثايرويد بالحجم ده، هي اي ثايرويد بالحجم ده. فالعيانه اللي عندها فيسيولوجيكال جويتر مثلا، هي استهلاكها للثايروكسين كتير، يقوم التي اس اتش يعلى عشان يطلع لها ثايروكسين اكتر، فلما التي اس اتش يعلى عشان يطلع لها ثايروكسين اكتر بيكبر الجلاند شويه. يعني الست اللي مش حامل تبقى ايوثايرويد ب 20 جرام ثايرويد، لكن الست الحامل تبقى ايوثايرويد ب 40 جرام ثايرويد، لانها بتستهلك ثايروكسين اكتر يعني. العيان الانديميك جويتر بيبقى الثايروكسين عنده قليل شويه، يوم تي اس اتش يكبر يوم حجم الجلاند تكبر فتتفجع، فتاخد بواقي اليود وتعمل ثايروكسين،
فتقدر توصله لانه يبقى ايه ثيرويد بس بحجم كبير. فالسيمبل نودولار جويتر ايه ثيرويد، فهمتني يا اميره؟ السيمبل نودولار جويتر اولاد ايه ثيرويد، انا باكد اهو على الكلام، السيمبل نودولار جويتر اولاد ايه ثيرويد يعني نورمال ثيرويد فانكشن. السيمبل ديفيوز جويتر مشكلته ان التي اس اتش عالي سنه، مشكلته ان التي اس اتش عالي سنه، لو اديت ثايروكسين التي اس اتش يوطي، ولو تي اس اتش وطي هي دي هتصغر. يعني السيمبل ديفيوز جويتر اولاد حاجه ريفرسبل، السيمبل ديفيوز جويتر حاجه ريفرسبل، فاهمين على قد؟ يعني الغده التي اس اتش عالي سنه فكبرها، فانا اديت ثايروكسين راح التي اس اتش وطي فالجراند صغر، فاهمين على قد؟ لكن السيمبل نودولار جويتر مصيرها جراحه. ليه بقى السيمبل نودولار جويتر مصيرها جراحه يا اولاد؟ عشان النديولز فايبرس تيشو، وانا ما عنديش دواء يضيع الفايبرس تيشو. تعرفين يا رد احنا ما عندناش في الطب دواء يضيع الفايبرس تيشو. يعني لو عيان جاله ليفر فايبروزيس او ليفر سيروزيس ما اعرفش عالجه، ما اعرفش عالجه، يعني ممكن اعمل له ليفر ترانسبلانتيشن، فاهمين؟ احنا ما عندناش في الطب لغايه دلوقتي دواء يضيع الفايبروزيس، ولذلك علاج السيمبل ديفيوز جويتر ميديكال، وعلاج السيمبل نودولار جويتر هتحتاج جراحه في مرحله من مراحلها، لان انا ما عنديش دواء يضيع النديولز. بص يا نوران انا هقول تاني هي ليه ايه ثيرويد، بعد كده لو حد فيكم يعني مش قادر يعني يفهمها احفظها، لان السيمبل نودولار جويتر ايه ثيرويد، سيمبل نودولار جويتر ايه ثيرويد كده. وش العيان السيمبل جويتر ده كانت الغده بتاعته نورمال، وبعدين الولايه حملت، فلما حملت كانت عايزه ثيروكسين اكتر شويه، فالتي اس اتش عالي عشان يخليها تطلع ثيروكسين، فالجلاند لما تعرضت للتي اس اتش كبرت شويه وطلعت ثيروكسين اكتر، بس الثيروكسين ده بيبقى كونسيومد، بيبقى كونسيومد، فالتوتالا ان التي 3 والتي 4 نورمال. يعني العينه بتاعت الفسيولوجيكال جويتر اللي هي البريجننت مثلا، دي عيانه عايزه ثيروكسين اكتر شويه عشان هي والنونه، فالتي اس اتش بتاعها عالي، فلما التي اس اتش عالي شويه حجم الجلاند كبر شويه، فلما حجم الجلاند كبر شويه طلع ثيروكسين بزياده شويه عشان احتياجاتها، بس اتحرق اتحرق، فالتوتال ان التي 3 والتي 4 نورمال. اوكي، طب بالنسبه للانديميك جويتر، الانديميك جويتر كان اليود قليل، كان الايودين قليل، ولان الايودين قليل شويه شويه ايودين قليل شويه، فالتي 3 والتي 4 كانوا قليلين شويه، فراح التي اس اتش عالي، فلما التي اس اتش عالي راحت الجلاند كبرت شويه، لما كبرت شويه طلعت ثيروكسين اكتر، طلعت ثيروكسين اكتر، فبقت التي 3 والتي 4 نورمال بس بلارج جلاند، يعني الانسان العادي يبقى نورمال ب 20 جرام، لكن الانسان بتاع الانديميك جويتر يبقى نورمال ب 40 جرام، لان ال 40 جرام دول بالكاد بقى هم طلعوا له التي 3 والتي 4 بتوعه النورمال، فهو بقى نورمال بلارجر جلاند، هو بقى نورمال بلارجر جلاند. لما تولد بترجع لطبيعتها، لما تولد ترجع لطبيعتها، لما تضيع الاستريس. يعني مثلا انا اوريكم صوره اولاد الحصه اللي فاتت لبنت وزميلها، وشفتوا المنظر الفرق بينهم، فالبنت ساعه البيوبرتي بتفور جامد، بتفور جامد، تقولش حاله فشار، فاهمين يا رب؟ بيبقى في فرق بينها وبين الولد جامد، فالفوره اللي هي فيها دي محتاجه ثيروكسين، ولذلك الجلاند بتاعتها تكبر شويه عشان تطلع لها احتياجات اكتر من الثيروكسين. حتى لو لقيته بنت مقرقره، ساعات تلاقوا بنت مقرقره زي زميلها كده، يعني هي وزميلها نفس الشكل كده مقرقره، تلاقوا رقبتها فاضيه،
لكن البت الفايره، البت الفايره قوي دي تلاقي رقبتها منفوخه شويه. فاهمينها رد؟ عشان كده الرومان كانوا بيقولوا على الرقبه المنفوخه شويه دي فينوس نيك، لان البنت اللي رقبتها منفوخه شويه دي علامه من علامات الجمال انها غاده عبد الرازق او انجلينا جولي فارت يعني. بس هي الحكايه دي تفضل مثلا في ثانوي، يعني في سنة، لكن مش في الجامعه مثلا. في الجامعه هتبقى الرجل الاخضر، لو فضلت تفور بالطريقه دي جوه الجامعه هتبقى هالك، هتبقى الرجل الاخضر. عشان كده مفروض ان الفوره دي بتروح، فتبدا الجلاند تصغر، فتبدا الجلاند تصغر تاني. العيان بتاع الانديميك جويتر لو حركته من الواحات وجبته القاهره وبدا ياخد احتياجاته من اليود، الجلاند هتصغر. السيمبل ديفيوز جويتر اولاد علاجها ميديكال، لانها هي بتكبر. لا ده كده كده صعب قوي، لا كده صعب قوي. اسمعوا الحصه اللي فاتت، انا قلت لو الهرمون قليل بنسبه 20% هيكبر الجلاند، ولما يكبر الجلاند يبقى نورمال. لكن لو الهرمون قليل بنسبه 80% هيكبر الجلاند ويبقى عنده ميكسديما. الكلمه انا قلتها كده بالظبط في الشرح، الديبندز على كميه الديس هورموجينيسيس اللي عنده. فلو هو عنده ديس هورموجينيسيس قليل، فالتي اس اتش هيعلى فيوصله للايوثايرويد بجلاند كبيره. لكن لو الديس هورموجينيسيس اللي عنده عنيف، مهما التي اس اتش عالي هيفضل هو عنده ميكسديما، مش هيقدر يعوض. الكلام انا قايله كده بالظبط في الشرح الحصه اللي فاتت. السر في كلمه شويه. هو انا ما عنديش مانع ان انا اقعد اجاوبكم يعني زي ما انتم عايزين، فاهمين يا رد؟ بس هو المشكله عندي ان انا عايز اخلص الباب، لان احنا ورانا منهج بحاله، فاهمين يا رد؟ يعني احنا ورانا منهج بحاله، مش صفحه. لو صفحه انا ممكن اقعد عليها لغايه ما افطس ميتين ابوها، فاهمين يا رد؟ انا عندي منهج، فاهمين؟ فالناس تسمع مثلا الحصه اللي فاتت كويس، هتلاقيني مجاوب على السؤال، فاهمين؟ لان عارف ان السؤال ده هيتسال، انا عارف انه هيتسال، وعارف ان مشكله السيمبل جويتر انها ايوثايرويد بتستفز الناس، وانا عايز اقول لهم انها ايوثايرويد بتي اس اتش عالي شويه، انها ايوثايرويد بتي اس اتش عالي شويه، ده بيخلي التي 3 والتي 4 نورمال. الحصص اللي فاتت تلاقيها فين؟ كلمي محمود يا ياسمين، كلمي محمود هو قاعدها لي، هي خدي منه مواعيد الاعداد، البريست بيتعاد والثايرويد هيتعاد. تريتمنت اوف سيمبل نودولار جويتر ميلي سيرجيكال. ليه ميلي سيرجيكال؟ مفيش دواء يضيع الفايبرس تيشو. طب وانت متضايق ليه من الفايبرس تيشو؟ انا مش متضايق من الفايبرس تيشو. مين اللي متضايق من الفايبرس تيشو؟ انا مش متضايق من الفايبرس تيشو. مين اللي متضايق من الفايبرس تيشو؟ العيانه، لان الفايبرس تيشو دي مخليها الغده كبيره. فالعانة اللي متضايقة، أنا كمطري مش متضايق من الفايبرس تيشو، هي اللي متضايقة، هي اللي متضايقة. فالفايبرس تيشو النوديولز الكتير، الفايبرس تيشو عاملة زي ما أكون محشي، محشي فايبرس تيشو، مخليها الجلاند كبيرة. مخليها الجلاند كبيرة ونوديولار. فمش أنا اللي متضايق، هي اللي متضايقة. طب وأنا عندي دواء يضيع النوديولز ده ولا لأ؟ ما عنديش. الحل سيرجري. زمان فروم ذا لاند بيوند بيوند كان يقولوا لك مثلا ايه، انت تخش ترجع العانة نورمال تاني، يعني تسيب هنا ايه حتة كده 8 جرام
وهنا حتة 8 جرام. طب والباقي الزيادة شيله، يعني كل الزيادات دي شيلها وسيب هنا 8 جرام وهنا 8 جرام، يبقى رجعت بالعيانة نورمال. بسود انه حتة البوسترو ميديال بارت. اشمعنى البوسترو ميديال بارت؟ هي الممسوكة بالليجامنت توبري، وهي اللي عليها الباراثايرويد جلاند، وهي اللي ريليتد للريكارنت لارينجال نيرف. فاهمينها ولاد؟ والكلام ده احنا قلناه قبل كده ولاد، قلنا ان احنا بنسيب البوسترو ميديال بارت لان هو اللي ممسوك بالليجامنت توبري وعليه الباراثايرويد جلاند وريليتد للريكارنت لارينجال نيرف، وقلناها في الاوبرتيف. افرض حد مش عارفه يرجع للحصه بتاع الاوبرتيف على طول. دي يقولوا عليها بارشال ثيرودكتومي، دي يقولوا عليها بارشال ثيرودكتومي. المشكله ايه؟ ان احنا بقينا نرجع بالعيانين نورمال كده اولاد، وبعدين نتفاجئ 3 4 سنين الريمننت اللي انا سبتها دي كبرت تاني وعملت جويتر تاني وعملت نوديولز تاني، لان كان في امتحان ماجستير وامتحان دكتوراه وستريسورز التانية. فالريمننت كبرت تاني وعملت نوديولز تاني، ودي إجابة السؤال ليه أنا بصر على ربط الإنفيريور ثايرويد أرتر. بصر على ربط الإنفيريور ثايرويد أرتر عشان خليها سكيميك، عشان ما تكبرش تاني، عشان الريمنت ما تكبرش تاني، بالذات في التوكسيك جويتر، لأن في التوكسيك جويتر بتبقى فاسكولار قوي، بتبقى فاسكولار قوي، فاحتمالية كبرها تاني وارد قوي، وارد قوي. فاهمين يا ولاد؟ عشان كده إحنا بنربط الإنفيريور ثايرويد أرتر. ففي واحد قال لا العمليه دي بترجع، قلنا له انت عايز تعمل ايه؟ قال عايز اسيب هنا حته اصغر من النورمال لوب، يعني سي مثلا 4 جرام وهنا 4 جرام. انت بتسيبه 8 جرام ليه؟ سيب 4 جرام كفايه. وراح مسميها سب توتال، سب توتال ثيرودكتومي. يعني لو سبت هنا 8 جرام وهنا 8 جرام زي النورمال، هسميها بارشال ثيرودكتومي. ولو سبت هنا 4 جرام وهنا 4 جرام هسميها سب توتال ثيرودكتومي. السؤال الجاي، طب الانسيدنس اوف لوكال ريكارنس قل شوي شوي، فقالوا طب ندي سمول دوز اوف ال ثايروكسين، يعني ندي 0.1 مللي جرام ثايروكسين عشان التي اس اتش ما يقعدش يعلى وينزل، يعلى وينزل فيعمل نديولز. تعرفين ان ديولز بالتي اس اتش يعلى وبعدين ينزل، تحصل هايبر بليزيا وهايبر انفليوشن، هايبر بليزيا وهايبر انفليوشن، لغايه ما الجلاند تبقى ميكس باترن. فلما تبقى ميكس باترن كده في مره من المرات بلاد فيسل يفرقع. هو احنا الحصه اللي فاتت قلنا يا اولاد ان السيمبل مالتي نودولار جويتر بيبقى فيها هايبر بليزيا بالتي اس اتش العالي وهايبر انفليوشن لما يوطى، هايبر بليزيا بالتي اس اتش العالي وهايبر انفليوشن لما التي اس اتش يوطى، وان ساعات الفاسكولاريتي تزيد وساعات تقل، ساعات تزيد ساعات تقل، لغايه ما بلاد فيسل يفرقع ويعمل هيمرجي ونكروزس ونديول. قلنا هذا الكلام الحصه اللي فاتت. يعني انا مش عايز التي اس اتش يلعب، مش عايزه يلعب. ففي ناس حاولت تدي في البوست اوبرتيف سمول دوز اوف ثايروكس عشان التي اس اتش ما يلعبش، برضه حصل ريكارنس. فجي واحد قال لا الكلام ده مش قشطه، في ناس سابت 8 جرام يمين و8 جرام شمال وسموها بارشال ثيرودكت، حصل ريكارنس. فجم ناس
سابوا 4 جرام يمين و4 جرام شمال وعملوا سبتوتال ثايرويدكتومي. حصل ريكارنس برضه. قال بص انا هشيل ناحية خالص خالص واسيب في الناحية التانية 4 جرام بس. ده كان راجل اسمه دانهيل. دانهيل ده مشهور قوي على فكرة. دانهيل ده عمل ايه في حياته؟ عمل برفيوم. شاطرة لينا، عمل برفيوم وعمل سجاير. طب ازاي يعمل برفيوم ويعمل سجاير ويعمل عملية؟ ده دانهيل تاني، ده دانهيل تاني، يعني واحد تاني، تشابه أسماء. دانهيل دي حاجة مشهورة عندهم زي أدهم كده عندنا يعني، فاهمينها؟ لا، فهو عمل إيه؟ شال ناحية خالص وساب 4 جرام على ناحية وإدى سايروكسين في البوست أوبرتيف، قام حصل الكرنس. فجه واحد طلياني عمل حركة جريئة جدا، راح شايل السيرود على ناحيتين وراح عامل توتال سيرودكتومي زائد سيروكسين فور لايف. السؤال الجاي، طب وليه؟ ليه توتال سيرودكتومي وسيروكسين فور لايف يعني؟ عشان الجراح ما بيحبش يفتح الرقبة مرة تانية. واحنا لما بنفتح رقبة في المرة الأولانية بتهيل بإيه؟ لما بفتح رقبة واقفلها بتهيل بإيه؟ فايبروزيس. والفايبروس تيشو لونه ايه؟ ابيض. وريكارنت لارينجا لونه ايه؟ ابيض. وتراكيا لونها ايه؟ ابيض. وكاروت تشيس لونه ايه؟ ابيض. يعني هيبقى نهارنا ابيض، هنعور حاجه، اكيد هنعور حاجه. فالجراح ما يحبش يفتح الرقبه مرتين. انا ما قلتش ما يعرفش، العربي لازم يبقى واضح يا اولاد. انا ما قلتش ما يعرفش يفتح الرقبه مرتين، احنا نعرف نفتح الرقبه مرتين طبعا، لكن انا قلت ما يحبش، لان الجراح التاني ما بيشوفش اناتومي، بيشوف اديهيجن، فيبقى سهل قوي اعور حاجه. فطلع الراجل ده بكونكلوجن ان توتال ثايرويدكتومي اند ثايروكسين فور لايف is better than re-exploration of the neck. Total thyroidectomy and thyroxine for life is better than re-exploration of the neck. فأصبح المين لاين اوف تريتمنت توتال ثايرويدكتومي. اه طبعا لو عملت ضن لحد برضه سيروكسين، عشان انا سايب حته، سايب حته عشان التي اس اتش ما يلعبش، فانا سايب حته وبدي سيروكسين. وده كان رده، انت كده كده بتدي سيروكسين، علي جرعه السيروكسين وخلاص، انت كده كده بتدي سيروكسين، علي جرعه السيروكسين وخلاص. فاهمين على ده؟ والحقيقه ان احنا كلنا دلوقتي يا اولاد بنعمل توتال ثايرويدكتومي، ما حدش بيعمل سب توتال دلوقتي، كلنا بنعمل دلوقتي توتال ثايرويدكتومي تحت شعار توتال ثايرويدكتومي اند ثايروكسين فور لايف عشان نهير الانسجه بتاعه الجلاند اصلا اب نورمال. مش انا لسه قايل يا اولاد دي بتعمل طفره ساعات وتبقى توكسيك، يعني الانسجه اصلا اب نورمال برضو، مش زي النورمال. اه نسيب 4 جرام في اول واحده. ده يا اولاد ده رقم 8، ده البارشال سيرودكتو، وده رقم 4، ده السبتوتال سيرودكتو. هنا دي 4 جرام وهنا مفيش، دي دانهيل هي ولاد 4 جرام وهنا مفيش، دي دانهيل
فهمني؟ وصلنا لإيه؟ وصلنا لتوتال ثايرويدكتومي. أعلى شوية. وصلنا في الآخر إن بقت الناس تعمل توتال ثايرويدكتومي، محدش بقى يعمل أي حاجة تاني، وبدأت الناس كلها تعمل توتال إيه؟ ثايرويدكتومي. وكان الراشونال بتاعنا إن توتال ثايرويدكتومي and thyroxin for life is better than re-exploration of the neck. بصراحة أولاد أنا لما باجي أفتح رقبة حد تاني يعني مرة تانية بمضيه على كونسنت إن أنا لو قطعت الريكرنت لارنجل هو ملوش حاجة عندي، ما يرفعش عليا قضية. يعني لما بفتح رقبه للمره الثانيه لازم العين يمضي على الكونسنت، ان انا لو ان شاء الله ما بنقطعوش، يعني ان شاء الله ما بقطعوش، انما لازم يمضي على الكونسنت. الجراحه ملهاش كبير. ولما عملوا دانهيل حصل ريكارنس لانك سبت جزء، فالجزء اللي انت سبته ده يا عبد الرحمن حصل في يعني حصل فيه نوديولز برضه. طب انا هسالكم سؤال بقى، طالما انتوا عمالين تسالوني اسئله غريبه جدا، يعني هو لما بعمل توتال ثايرويدكتومي يحصل ريكارنس؟ لا. ليه؟ ولما انتوا بتضحكوا وعارفين ان مش هيحصل ريكارنس عشان انا شلتها كلها، امال بتغتصبوا فكري ليه وانا عمال اقول لكم لما بسيب حته بيحصل ريكارنس؟ ما هي دي العكس، هي دي العكس. لو سبت اي حته هيحصل ريكرنس، طب لو شلتها كلها مش هيحصل ريكرنس. انتوا ضحكتوا لما قلت لكم لو شلت السيارات كلها هيحصل ريكرنس، رحتوا ضاحكين ها هيحصل ريكرنس منين؟ فهمتوا بقى اللي بيحصل لي لما حد فيكم يقعد يقول لي طب ودانن بيحصل له ريكرنس، طب والسب توتال بيحصل له ريكرنس؟ ايوه كله بيحصل له ريكرنس، مش انا سبت حته؟ ايوه بيحصل له ريكرنس. الباراثيرويد بتفضل في مكانها. العلاقه بين الثيرويد والباراثيرويد هي علاقه جيره، بارا جيره، لكن دي غده ليها كبسوله ودي غده ليها كبسوله، فالعلاقه بينهما علاقه جيره بس مش اكتر من كده. اوكي حلو. على بقى اروح على حته اهم، تعالوا ندلع على الاكزامينر. احيانا بنسبه قليله كده واحد كان يبقى عنده سيمبل مالتي نودولار جويتر، وبعدين انت عملت له سب توتال ثايرويدكتومي وسبت له هنا 4 جرام وهنا 4 جرام، وبعدين خدت العينه بعتها لبتاع الباثولوجي، يعني خدت العينه اللي انت شلتها دي، يعني عامل دي رو اريا على اساس ان هنا انا شايل من هنا، ها بعتها باثولوجي. فراح بتاع الباثولوجي ردد عليك قال لك لقيت فوكس فيها فوليكلار كارسينوما، لا حته فيها فوليكلار كارسينوما. قمت انت كدكتور دلوقتي بقيت سربرايزد. مين اللي عمل لك السربرايز دي؟ بتاع الباثولوجي، فيسموها هيستو باثولوجيكال سربرايز، لان بتاع الباثولوجي سربرايزنج مين؟ عمل لي كده يا اولاد، بتاع الباثولوجي عمل لي كده سربرايزنج مين؟ يعني انا شلتها على انها سيمبل نودولار جويتر، وبعدين بعت العينه تتحلل، فبتاع الباثولوجي قال لي اسكت مش انا لقيت فيها حته سرطان؟ قلت له يا نهار اسود، فهضطر افتح تاني عشان اشيل الحته اللي انا سايبها. انما لو انت عامل توتال ثايرويدكتومي، لو انت عامل توتال ثايرويدكتومي وبتاع الباثولوجي عمل لك سربرايز ان في حته مالجنا، هتقوم انت عامل له سربرايز بان انت شلتها كلها
ويبقى everybody surprising the other. فاهمين يا رب؟ نقولها تاني، نقولها تاني. واحدة عندها سيمبل مالتي نودولار جويتر وانت عملت لها سب توتال سيرودكتوم. فبعد ما عملت سب توتال سيرودكتومي خدت عينة كده فيها فورمالين، فورمالين فيها العينة اللي انت شفتها وبعتها لبتاع الباثولوجي، فبتاع الباثولوجي فحصها لقى فيها جزء فوليكولار كارسينوما، فبعت لك ريبورت، ريبورت في ان في فوليكولار كارسينوما. قمت انت بقيت سربرايزد وبطلتهم اهو، انت بطلتهم ها اللي هو سربرايزد دكتور. المشكلة ان السربرايز هتروح، بعد ما السربرايز هتروح هتعمل ايه؟ هخش افتح رقبة العيانة تاني واعمل لها توتال سيرودكتومي، اكملها بقى حاجة اسمها كومبليشن سيرودكتومي، حاجة اسمها كومبليشن سيرودكتومي، اكملها بقى توتال، اكملها توتال. هي الخطوات كلها قدامكم عشان ما حدش يقدر يسألني. العيانة كان عندها سيمبل نودولار جويتر وبعدين عملت لها سب توتال سيرودكتومي، وبعدين اهو العينة اهي بالفورمالين بتاعها، العينة اهي بالفورمالين بتاعها، وبعتها الباثولوجيست، فبتاع الباثولوجيست قال لي ان انا لقيت فيها فوليكولار كارسينوما، وجالي الورقة الريبورت اهي، الورقة اهي الريبورت في فوليكلا كارسون، قمت انا بقيت سربرايز اهي وبلطم اهو وكاتب تحتيه سربرايز دو دكتور. هتقوم تعمل ايه؟ تقوم تفتح الرقبه تاني عشان تحولها توتال. انما لو انت عامل له توتال من الاول هو يجي يعمل لك سربرايز، تقوم انت عامل له سربرايز اي دي توتال. هو عمل لي كده، رحت انا عامل له كده بس خلاص. يا يوسف لو كان في ليمف نود كنت عرفت من الالترا ساوند وكنت هعرف انها مالجننت وما كنتش هعمل سب توتال. الغلطه بتيجي، الغلطه بتيجي من ان انت مثلا اخدت بايوبسي من الدوميننت نديول، عملت فاين نيدل اسبيريشن من الدوميننت نديول وكان في نديول تانية كده كويري ما خدش باله منها بتاع السونار، فانا ما خدش منها بايوبسي. لكن فكره لو كان في ليمف نود كان بتاع السونار خد باله وانا اخدت بالي، اما انا عملت ليه عمليه سب توتال؟ اكيد لان بتاع السونار قال لي انها بناين وايفري ثينج از اول رايت، وبتاع الكور كاتنج بتاع الفاين نيدل اسبيريشن قال لي انها بناين وايفري ثينج از اول رايت، قمت انا دخلت عملت سب توتال سيرجري. ما بيبقاش في ليمف نود يا هاني. لو في ليمف نود انا كنت عرفت من السونار او كلينيكال، والله يا اولاد ما بقى في ليمف نود. لو في ليمف نود وانت عملت سب توتال سيرودكتومي انت حيوان اصلا. يعني لو كان في ليمف نود وانت عملت سب توتال فانت حيوان اصلا. في حد يا اولاد بيلاقي مالجننت ليمف نود ويعمل سب توتال سيرودكتومي؟ ليه ليه؟ ليه؟ اكيد ما كانش في ليمف نود، اكيد ما كانش في ليمف نود. واكيد بتاع السونار ما شافش حاجه وبتاع الفاينل اسبيريشن ما شافش حاجه وانا جوه العمليات ما شفتش حاجه، عشان كده كلنا عملنا سبتوت. عشان كده انا وصلت لفكره ليه الناس بتعمل توتال سيرودكتومي دلوقتي. الناس بتعمل توتال سيرودكتومي دلوقتي يا اولاد لسببين: to avoid recurrence
وتو افويد هيستوباثولوجيكال سربرايز. Why total thyroidectomy? To avoid recurrence or to avoid the histopathological surprise. السؤال الجاي هو انا ليه وقفت على الحته دي جامد؟ اصل هو كتاب القصر العيني يا ولاد عامل بارشل ثيرابيكتومي اصلا. خلاص. والكلام ده يا ولاد مش حقيقي يعني خالص. وانت لما تروحوا الراوندات هتلاقيهم كلهم بيقولوا لكم نعمل توتال ثيرابيكتومي. فاهمين؟ فانا عايزك طف كده، انا قعدت احكي التاريخ كله عشان تبقى اورينتد اكتر. كتاب يعني قعدت حكيت لكم التاريخ كله من اول البارشال ثيرابيكتومي وتطوره للسبتوتال ثيرابيكتومي وتطوره للدانهيل وتطوره بعد الدانهيل للتوتال. وبعدين قعدت احكي لكم بقى المشاكل اللي خلت الناس تقول التوتال احسن. وصبرت على كل واحد فيكم وهو بيسالني اي سؤال غريب كده مش طبيعي، لدرجه ان اللي سالني هو اللي بنعمل له دانهيل بيحصل له ريكارنس، سالته طب واللي بنعمل له توتال بيحصل له ريكارنس؟ قال لي لا. قلت له طب اللي بنعمل له توتال ما بيحصلش ريكارنس عشان فيش ولا حته، اللي فيه دانهيل فيه حته. قال لي اه صحيح. صح يعني اي حد فيكم سالني اي سؤال انا جاوبت عليه عشان اوصل للاخر لاريحيه في فكره ليه التوتال ثيرويدكتومي از ذا بيست. عشان حاجتين، تو افويد الريكرنس، وان توتال ثيرويدكتومي اند ثيروكسين فور لايف از بيتر ذان ري اكسبلوريشن اوف ذا نيك، وتو افويد الهيستوباثولوجيكال سربرايز. انديكيشن فور سيرجري كومبريشن يعني ديسنيا وكازماتيك ريجن عن العانه متضايقه، يعني العانه متضايقه او عندها ديسنيا. وريموف النودولار بارتس ليفينج ايكويفالنت اوف 8 جرام اوف ريلاتيفلي نورمال ثيرويد تيشو. فاهمين يا ولاد؟ ايه 8 جرام ده؟ ايه 8 جرام ده؟ السايز اوف نورمال لوب اون ايزر سايد. يعني بنشيل كل الباقي، بنشيل كل الباقي ونسيب حته تساوي 8 جرام، والحته دي هي البوسترو ميديال بارت. Sometimes بيبقى فيه باثولوجي اكتر في الجلاند، الجلاند افكتد اكتر بالنوديولاريتي اند ريكواير اوف ريموفال اوف وان لوب. لوبت تماما يتشال ويحصل سبتوتال اكسجن اون ذا اذر لوب، يعني هي تتشال تماما ونعمل سبتوتال اكسجن يعني نسيب 4 جرام للاذر لوب. دي دانهيل، دي دانهيل. ولكن most of the surgeon now consider total thyroidectomy is the treatment of a choice. بوست اوبرتيف هندي ثيروكسين ايزر بجرعه قليله تو بريفنت التي اس اتش من انه يلعب لو انا عملت بارشال او سبتوتال او دانهيل، حد جرعه صغيره من الثيروكسين او ريبليسمنت. دلوقتي بعد التوتال ثيرويدكتومي بدي فول دوز ريبليسمنت للجلاند لان الجلاند اصبحت مش موجوده. انا خلصت اولادي التريتمنت بتاع السيمبل مالتي نودولار جويتر، مهم قوي ان انتوا تبقوا فاهمينه. فانا دلوقتي بعد ما خلصت اسمع بقى انتوا مشاكلكم ايه. ولا عيان من العيانين اللي انا ولا طريقه من الطريقه دي اتعملت لو في ليمف نود سسبيشس كلينيكالي او بالسونار. لو في ليمف نود سسبيشس كلينيكالي او بالسونار دي ما تبقى سيمبل، ده يبقى درس تاني زي جرح تاني كده. حاولتوا تدوروا على اسئله؟ ما لقيتوش صح؟ كل حاجه واضحه جدا.
طيب راد. ما سلايد الطيارات ده ما فيهوش حاجة يا نورهان. انت شفت البيرات؟ شفت السلايد بتاع البيرات؟ هو السلايد بتاع البيرات، هو السلايد بتاع الطيارات. سلايد الطيارات 1 نورمال نونو ديول، بيرات 1 نورمال nothing في البريست، طيارات 2 بناين، طيارات 2 بناين ليجن، مالكش دعوه بيها، بناين ليجن. طيارات 3 لو ريسك قوي، ريسك قليل قوي لدرجه ان انا ما باخدش بايوبسي حتى، بعمل الترا ساوند تاني بعد 6 شهور. انما طيارات 4 و5 لا فيهم ريسك، طبعا 5 اكتر من 4، فلازم اعمل فاين نيدل اسبيريشن. يعني بصي هو ده سلايد الطيارات، هو ده سلايد الطيارات، هتيجي على كله، هو ده سلايد الطيارات. لا يا جود، بشيل الثايرويد واسيب الباراثايرويد، بشيل الثايرويد واسيب الباراثايرويد. العلاقه بين الثايرويد والباراثايرويد علاقه جيره، علاقه جيره، دي غده ليها جلاند ودي غده ليها جلاند، فانا بشيل الثايرويد واسيب الباراثايرويد. على فكره يا اولاد، انتوا في عندكم خرم في دماغكم كبير، الفورم المضنم بيسرب الداتا. الولد جون بيسالني، هو احنا في التوتال ثايرويدكتوم بنشيل الباراثايرويد؟ طب انا يا ولاد كان في واحد سالني قبلها ولا لا؟ صح ولا لا؟ وقلت له ان علاقه الثايرويد بالباراثايرويد علاقه جيره، وان دي ليها كبسوله وان دي ليها كبسوله اسمها بارا جيره بس. فانا ممكن اشيل الثايرويد واسيب الباراثايرويد. اما الواد ايه؟ الواد جون ايه؟ يعني قعد شويه كده وقال لك برضه حلدعه نفس السؤال تاني. صح؟ ودي حاجه ولاد بيقولوا عليها بتي مال ابيليبسي، ان انت تبقى قاعد في الحصه كده تلاقي فجاه سيكتور من الحصه وقع، بعدين تفوق ايه ايه في ايه، فاهمين يا ولاد؟ دي حاجه كده بتبقى حاجه اسمها بتي مال ابيليبسي، بتبقى موجوده عند بعض الطلبه، فاهمين يا ولاد؟ مش فضايح، يالا فضايح ايه؟ مفيش فضايح، احنا كلنا مع بعض، انت فاهم كل واحد بيوقع منه حته، اكيد انا عارف. مثلا العمليه دي يا ولاد اسمها لوبيكتومي، العمليه دي اسمها لوبيكتومي، فاهمين يا ولاد؟ يعني سبت لوب وشلت لوب، شلت لوب بالاسمص. العمليه دي اسمها سبتوتال ثايرويدكتومي، يعني سبت حته صغيره حوالي 4 جرام مثلا، هنا انا شلت كل الجلاند، فدي يبقى اسمها توتال ايه؟ ثايرويدكتومي. نخش على موضوع كده يا ولاد اسمه ريتروسترنال جويتر. وانا لو قلت لك انا عايز اكلمك على ريتروسترنال جويتر، يبقى انا عايز اكلمك على جويتر ورا الاسترنم. بس انت ما فهمتش الا كده، ريترو ورا، external sternum جويتر، ان الغده كبيره ورا الاسترنم، دي مش نورمال ثايرويد، دي مش نورمال ثايرويد، دي جويتر، يعني في جويتر ورا الاسترنم. السؤال الجاي، كيف حدث ذلك؟ ازاي يبقى في جويتر ورا الاسترنم؟ تعالوا نشوف. أول حاجة يا ولاد اكتوبك، وده رير قوي 1%، إن الغدة نزلت وبقى في حد عنده ريتروسترنال ثايرويد. يعني مثلا الواد كريم ده مثلا عنده ريتروسترنال ثايرويد مثلا، كونجينيتال انوملي، الثايرويد بتاعته نزلت ورا الاسترنم، بتشتكي من حاجه يا كريم؟ بتشتكي من حاجه؟
رد يدي يا كريم بشكل، قال لي ما بشتكيش من حاجه رغم ان عنده ريترو سترنال ثايرويد. وبعدين ايه التي اس اتش بتاعه قاعد يلعب، يطلع وينزل يطلع وينزل، فراح عامل جويتر، فبقى عنده ريترو سترنال جويتر. ده نوع بيقولوا عليه انترا ثوراسيك، نوع بيقولوا عليه انترا ثوراسيك، ده رير قوي، ده رير قوي. يعني الواد كريم ده عنده حاجه رير، الواد كريم ده عنده حاجه رير، ان الثايرويد بتاعته ورا الاسترنال، فاهمين يا ولاد؟ وهو الواد كريم بيحاول يقول ان انا تمام قوي وبتاع ومش عارف ايه، عشان ايه يعمل نفسه ان هو عريس تمام وكده ومحدش يعلي عليه المهر، فاهمين يا ولاد؟ فعمال يقول لي ما عنديش حاجه وانا تمام وبتاع، بس انا الدكتور بتاعك يعني، فانا عارف انت عندك ادي كريم ريترو سترنال ثايرويد، بس اللي عنده ريترو سترنال ثايرويد ده ولاد مش كيش من حاجه، هو هيشتكي لما تتحول الى جويتر، لما تتحول الى جويتر يقوم يشتكي. طب النوع الثاني، النوع الثاني اكوايرد، بيكون الثايرويد في الرقبه وبعدين بقت مالتي نودولار جويتر وبعدين بدات تتزحلق في الشيست، بدأت تزحلق في الشيست. ليه؟ عشان مقفول عليها من فوق، مش عارفة تكبر لفوق، مقفول عليها من فوق بإيه يا أولاد؟ مقفول عليها من فوق بإيه؟ بالاسترنوثايرويد، تمام، مقفول عليها من فوق بالاسترنوثايرويد، لكن من تحت الدنيا مفتوحة وفي نيجاتيفيتي في الشيست، ودي تبقى اكتر حدوثها، اكتر الاكوارد دي حدوثها اكتر في الرجاله ولا في الستات؟ في الرجاله، لان عضلات الرجاله ايه؟ اقوى من عضلات الستات، مش كده يا ولاد؟ طب تبقى اكتر في الرجاله اللي رقبتها طويله ولا الرجاله اللي رقبتها قصيره؟ الرجاله اللي رقبتها قصيره. هو في رجاله ولاد رقبتها طويله؟ ايوه. وفي رجاله اولاد رقبتها قصيره، عشان انت في طلبه منك اولاد مجانين فيهم حاجه مش طبيعيه، تقول له ليه الريترو سترنال جويتر اكتر في الرجاله؟ يقول لك عشان شورت نيك. انت في ايه؟ ومين اللي قال لك ان الرجاله مقاصي في الرقبه؟ ما الرجاله رقبتها طويله يا اولاد وزي الفل. مين اللي وغاده نفسها، غاده نفسها رقبتها متعه كده، فاهمين يا ولاد ولا لا؟ عشان كده ولاد الاكوايرد ريترو سترنال جويتر مور كومن ان ميلز، وبالذات لو ميل شورت نيك. الحاجه كده سهله قوي، لو سيبناها ممكن تنجح. نعمل ايه؟ نعمل ايه عشان خاطر نحاول نخليك تتعب وانت بتذاكر؟ نقسم الريترو سترنال جويتر، نقول لك الريترو سترنال جويتر ممكن تبقى كلها ورا الاسترنال كده وكبيره ونوديلر وكلها ورا الاسترنال، ملهاش دعوه بالرقبه خالص، ملهاش دعوه بالرقبه خالص. زي مين كده؟ زي مين يعني؟ السيارات كلها في الرقبه واكتوبيك، زي مين؟ زي اللي عند مين؟ زي اللي عند كريم، تمام، زي اللي عند كريم. دي هنقول عليها انترا ثوراسيك. ممكن يكون معاها نورمال ثايرويد تيشو في الرقبه وممكن لا، يعني ممكن يبقى معاها نورمال ثايرويد تيشو في الرقبه وممكن لا، تبقى كلها انترا ثوراسيك. لكن ساعات الثايرويد يا اولاد يبقى جزء منها في الرقبه وجزء منها في الشيست، يعني زي ما تقولوا كده تنزل حبابه، تنزل تنزل حبابة بين قوسين، بين قوسين فسوة، تنزل فسوة كده، فاهمين يا ولاد؟ ف
فدي نقول عليها بلانجينج، نقول عليها بلانجينج. دي ساعة البلع، ساعة البلع تطلع فوق في الرقبة، بعد البلع تنزل تاني شوية في الشيست، يعني أصلها يعني بلانجينج، يعني حبة فوق وحبة تحت. فلما هي بتتحرك مع الديجليتيشن ساعة البلع تطلع لفوق في النك، يخلص بلع تقوم نازلة تاني حبة منها في الشيست، بيقولوا عليها بلانجينج. بلانجينج دي يا ولاد يعني حبة فوق حبة فوق وحبة تحت، يعني عدوية عدوية. فاهمين على؟ يعني ممكن نقولهم كده انتراسوراس الكريم وبلانجينج عدوية. لا 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 يا ساره، يعني كل هايكتوبيك ده ما بيزودش احتماليه انها تبقى نوديول، ده هو بيبقى حظ يعني انها اكتوبيك وكمان قلبت نوديول. يعني كريم حظه حلو اهو، ما قعد معانا اهو، مشيش من حاجه. كلام اروح على اخر نوع. الثايرويد كبيرة ونودولار كده، وبعدين نديول بس منها اتزحلقت وراحت ورا الاسترنم او راحت في الميدياستاينم كده، نديول واحدة اتزحلقت وفضلت ممسوكة بالثايرويد بشيز كده او تراك، بيقولوا عليها ميدياستاينم، بيقولوا عليها ميدياستاينم. يعني دي نديول بس كده هي اللي اتزحلقت وفضلت مدلدلة زي الكريستالة كده، ممسوكه ببيديكل. يعني مثلا السلايد ده بيقول هواي، معلش على ده السلايد صوره من على النت، وانا بصراحه ربنا ايه هو ما كانتش مكتوبه في كتاب القصر العيني، فهي بس هي الصوره عن صوره السلايد على النت، وانا بصراحه ربنا ما كانش عندي وقت ان انا اعيد كتابتها. يعني هواي ريترو سترنال جويتر ممكن يكون في ابرنت ثايرويد، يعني ابنورمال، ابنورمال ثايرويد، ابنورمال ثايرويد تيشو which is ectopically located in the mediastinum and receive blood supply من mediastinal vessel، يعني هي في المediastinum وتاخد blood supply بتاعها من mediastinal vessel and not connected to the cervical thyroid. لو موجودة، لو موجودة يعني ممكن يكون في cervical thyroid كمان، ممكن يبقى مفيش. يعني they are rare presenting 1% من الناس. ايه رايكم؟ عايز اكتب هنا كلمه، يعني عايز اكتب على الباراجراف ده كلمه، اكتب ايه؟ كريم شاطر يا ابني، تمام اكتب كريم تمام. دي 1% ده اللي بيوصف كريم، لكن ممكن تبقى سكندري ريتروسترنال جويتر ديفلوب فروم ثايرويد لوكيتد في النورمال سيرفايكال سايت، يعني الثايرويد موجوده اصلا في النورمال سايت وحصل downward migration of the thyroid into the mediastinum، يعني بدأت الثيرويد النوديولار جويتر تهاجر للميدياستاينم، تنزل شوية للميدياستاينم facilitated by intrathoracic pressure، يعني النيجاتيف intrathoracic pressure والجرافيتي ساعدها. فاهمين على and the presence of anatomical barrier preventing enlargement in other direction. يعني ايه anatomical barrier؟ منحها من انها تكبر في الاتجاهات الاخرى فاضطرت تنزل تحت. ايه البق ده؟ يعني ايه anatomical barrier؟ منحها من انها تكبر في الاتجاه الاستراب ماسل، الاسترنوثيرويد والاستراب ماسل منعوها من انها تكبر لفوق ومنعينها من انها تتحرك لقدام، فالباريرز الحاجات التانية منعتها من انها تكبر في الاتجاهات التانية. فاهمين يا ولاد؟ بالذات بقى لو العيان شورت نيك، بالذات لو العيان شورت نيك ميل وشورت نيك، ده يؤدي الى سكندري ريتروسترنال ايه جويتر. بص يا ولاد السلايد ده ما يهمنيش في حاجه اهو، لانه مش موجود في كتاب القصر العيني، ولكن يا ولاد انا هجيب مثلا الكلام بتاع كتاب القصر العيني.
شوف اولاد بقى، لو انت جيت تقرا دلوقتي انت فاهم هو بيقول ايه. بيقول ان في انترا سوراسيك جويتر، ذا هول جويتر لايز ان ذا شيست، الجويتر كلها في الشيست، سيباريتد فروم ذا مين جلاند، مالهاش دعوه بالجلاند خالص، هي كلها في الشيست، واندبندنت بلاد سبلاي في الميدياستاينم. اكتب على دي ايه؟ يعني انترا سوراسيك ده ولاد اكتب عليها ايه؟ كريم، تمام كريم. ودي كام في المية من الناس؟ كام في المية من الناس؟ 1%، تمام. أما ولاد أنت فهمت يعني إيه انترا سوراسيك؟ تعال نشوف البلانجنج كده، which rise with deglutition and then descend again في سوراسيك قلت، يعني ساعة البلع تطلع شوية وبعدين تنزل تاني، تطلع شوية وتنزل تاني. البلانجنج دي نقول عليها مين؟ نكتب عليها مين؟ عدوية، لانها حبه فوق وحبه ايه تحت. شوفوا الميدياستاينال، شوفوا الميدياستاينال. ذا جويتر لايز ان ذا شيست بات ار كونكتد وذ ذا ثايرويد تيشو وذ ريلاتيفلي نارو باند اوف تيشو، يعني الثايرويد اللي موجوده في الشيست كونكتد للثايرويد، كونكتد للثايرويد بنارو باند اوف تيشو اند درايف اتس بلاد سبلاي فروم ذيس نارو باند، من البلاد فيسل اللي في النارو باند دي. عايز نفهم اكتر، ايه رايكم دي ايه؟ يعني دي بتتحرك مع البلع لفوق وتحت، تبقى دي ايه؟ عدويه بلانجنج. شوفوا دي يا ولاد نزلت الشيست اهي، ولكن ستيل كونكتد بالثايرويد بباند، البلاد سبلاي داخلها من الباند دي، البلاد سبلاي دي داخلها من الباند دي. تحبوا نكتب عليها ايه؟ ميدياستاينال، تمام. امال لو كلها في الشيست كده وملهاش دعوه خالص بالثايرويد اللي في الرقبه، ممكن يكون في ثايرويد في الرقبه وممكن لا، بس هي جويتر كلها في الشيست كده، تبقى دي مين؟ كريم، انترا سوراسيك. يعني هما ثلاث انواع، بلانجنج وميدياستاينال وانتراسوراسيك. عايزكم بقى تقروا دلوقتي الورقه اللي في القصر العيني، اقروا الورقه اللي في الكتاب كده، فيها اي حاجه مش واضحه ولا صفحة يا ولاد وحشة قوي، مكتوبة بطريقة وحشة قوي قوي، يعني مكتوبة بطريقة وحشة قوي، يعني هو حاول يضغطها فطلعت سيئة to great extent. تمام. طبعا الريتروسترنال جويتر لو صغيرة ممكن تبقى اسيمتوماتيك، لكن لما بتكبر بتعمل ديسني وديسفيجيا وتشينج اوف فويس بريشر مانيفستيشن. ليه بقى مشهور قوي البريشر مانيفستيشن؟ مش عارفه تكبر لقدام عشان الاسترنم فبتكبر لورا، فاهمين يا ولاد؟ يعني مش عارفه تكبر لقدام عشان الاسترنم قدامها، قدامها عظمه فبتكبر لورا فبتضغط بقى على التراكيه والاسوفيجاس والريكارنت لارنجيال نيرف. بنعرفها ازاي؟ بالانسبكشن والبالبيشن والبركشن وسبيشال تيست. بالانسبكشن بنلاقي دايليتد فينز على الشيست. شوف يا ولاد ده راجل، راجل ماله؟ مقصوف الرقبه، راجل مقصوف الرقبه. شايفين الدايليتد فينز اللي على الشيست؟ اشمعنى؟ اصل الجويتر نزلت، جويتر لما نزلت في الشيست ضغطت على الانومينيت فين والسوبير فينا كيفا فعملت دايليتد فينز على الشيست، لانها ضغطت على الانومينيت فين والسوبير فينا كيفا فراحت عامله دايليتد فينز على الشيست. اوكي يا ولاد،
ادي الانسبكشن. ايه اللي حصل؟ سوبرفيشال فينز على الابر بارت اوف ذا شيست اهي ديو تو النومينيت فين اوبستراكشن. النومينيت فين او سوبر فينا كيفا ضغط عليه فعمل دايليتد فينز على الشيست. طب البالبيشن I cannot get below the lower border of the gland. يعني يعني هو قال له ابلع، قال له ابلع، وبعدين حط ايده كده لقى ان هو مش قادر يجيب اللور بوردر اوف ذا جلاند رغم انه بيبلع. يعني الجلاند داخله لتحت، داخله لتحت فمش عارف يجيب اللور بوردر بتاعها. يعني هو حط ايده تحت الجلاند وقال له ابلع، ما عرفش يجيب اللور بوردر. ده بالبلبيشن. بالبركشن، بالبركشن دلنس، بالبركشن دلنس. عايزك تلاحظ كلمة بالانسبكشن وتلاحظ كلمة بالبلبيشن وتلاحظ كلمة بالبركشن. كلهم متلاحظين ولا؟ لينا ايه فينز يعني؟ فينز بس مش فاهم يعني ايه؟ فينز ولور بوردر وضل، ثلاث كلمات فينز ولور بوردر وضل. كانوت، كانوت يعني حط ايده كده اقول له ابلع ما عرفش يجيب اللور بوردر، يبقى في حته متزحلقه ورا الاسترنال. لو كانت طلعت كلها فوق ايده، لو كانت كلها طلعت فوق ايده يبقى ما فيش ريتوسترنال اكستنشن. لو كلها طلعت فوق ايده اند هي كان جيت بلو ذا جلاند يبقى ما فيش ريتروسترنال جويتر. لو في ريتروسترنال جويتر هي كانوت جيت بلو ذا جلاند، هي كانوت جيت بلو ذا جلاند. ما هو النومينيت فين تحت الثايرويد، ما الثايرويد عامله كده والنومينيت فين عامل كده رايح على السوبيريو فينا كيفا، فلما كبرت ضغطت على النومينيت فين. حتى البلانجنج اي كانوت فيل اللور بوردر. خش على سبيشال ساين. سبيشال ساين دي مش موجوده في كتاب القصر عيني، ها، بس هي حلوه في الكلينيكال قوي، زود في نمرتك، تدخلك في نمره وزن العجل. بيمبرتون ساين، شوف اللي عنده ولاد عنده ريتروسترنال جويتر. شوف لما قلت له ارفع رجله، يرفع ايده، شايفين وشه بقى كونجستد ازاي لما قلت له ارفع ايدك؟ شايفين وشه بقى كونجستد ازاي؟ من الضغط على النومينيت فين. فالعنكب بقى وشه كونجستد قوي. بيقولوا عليها بيمبرتون ساين، يعني عن يجي يطلع ايده تقول له ايه ساعتها؟ يعني لو جه يطلع ايده كده فرقته تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ نزل ايدك، نزلها نزلها، خلاص هتموت. اصل بص يا ولاد، الواحد فينا لما يجي يرفع ايده رقبته بتنزل في الشيست، رقبته بتنزل في الشيست، رقبته بتنزل في الشيست، فهيتخنق اكتر. قول له نزل ايدك بقى يا خلاص. فاهمين يا ولاد؟ دي اسمها بيمبرتون ساين، دي اسمها بيمبرتون ساين. اللي عايز يحفظها يحفظها، واللي مش عايز يحفظها يطنشها، هي مش موجوده في كتاب القصر عيني. اللي مش عايز يحفظها يطنشها. بس انا ببقى في حاجات كده يا اولاد كومبريشن على التركيه وعلى الانومينت، يعني التركيه بتنضغط طبعا والانومينت بينضغط، الاثنين بيزاد عليهم الضغط عشان كده بيتخني. بيتخني مش بيبقى كونجستد بس، لا وبيتخني كمان. فاهمين يا اولاد؟ حاجه بالانسبكشن، حاجه بالبلبيشن، حاجه بالبركشن، وسبيشال ساين بيمبرتون. بص يا ولاد، لو جيت اعمل انفستيجيشن هعمل بلين اكس راي الاقي شادو ابيض كده يا ولاد،
شايفينه ضاغط على التراكيه، شايفين في شادو ابيض ضاغط على التراكيه عامل لها شيفت. باين على دي الشادو ولا لا؟ باين لكم ولا لا؟ الشادو ده باين؟ باين. طب انتوا عارفين ليه الشادو ابيض؟ عارفين ليه الشادو ابيض؟ ليه الشادو ابيض؟ عشان جنب اللانج السوداء. اللانج سودا، فالشادو بينها جنبها جنبها ابيض. والتراكيه ليه اسود؟ عشان الهواء، عمود الهواء، هي كمان فيها هواء. ممكن اعمل ايزوتوب سكاننج اشوف ريتروسترنال اكستنشن. ممكن اعمل ايزوتوب سكاننج اشوف ريتروسترنال اكستنشن، هوريها لكم دلوقتي. واعمل سي تي. It is the most important. It is the best. It is the best. سيت سكان از ذا بيست. شايفين علاج اللنج؟ شايفين الضلوع؟ في الاسترنال؟ شايفين الجويتر ضغطه ازاي يا ولاد على التراكيه؟ شايفين الجويتر ضغط على التراكيه ازاي؟ شفتوا العين مخنوق ازاي يا ولاد؟ شوف العين مخنوق ازاي؟ ذا بيست طبعا. سيت سكان احسن حاجه تبين لك حجم الجويتر والريليشنز بتاعتها للسراوندنج ستراكشرز. ودي ام اس كيو. هي ايه افضل انفستيجيشن في الريتروسترنال جويتر؟ سيت سكان ذا بيست ام اس كيو. شوف الايزوتوب سكاننج بتوع الايزوتوب بيحطوا لنا دايما علامه كده عشان نعرف فين مكان السوبراسترنال نوتش. تعرفين السوبرا سترنال نوتش ولا عارفينها؟ عارفين السوبرا سترنال نوتش؟ ما على فكرة بيقولوا عليها ساعات جاجيلر نوتش. السوبرا سترنال نوتش دي ساعات يقولوا عليها جاجيلر نوتش. يعني اسمع اسمع بس كده. بص يا العيان ده عنده جويتر ريترو سترنال اهي تحت السوبرا سترنال نوتش، وعنده نورمال ثايرويد تيشو. يعني عنده نورمال ثايرويد تيشو وعنده حته ريترو سترنال. شايفين؟ في حته ريترو سترنال اهي وعنده نورمال ثايرويد تيشو. بس في حته تحت السوبرا سترنال نوتش. في حته تحت السوبرا سترنال نوتش، يعني في جزء ورا الميدياستاين. وكان الايزوتوب سكاننج يقول لك ان في ريترو سترنال جويتر، ويقول لك كمان ان في نورمال ثايرويد تيشو كمان اهو. هي دي الميدياستاين اللي لازقه في الثيرويد بيديكل. يعني لا لا طبعا ثيرويدكتوم ريترو سترنال جويتر على سيرجيكال على طول ثيرويدكتوم. الريسكشن عاده بيبقى من الرقبه، يعني احنا بنفتح من الرقبه ومد صباعي اجيب الحته اللي تحت. قليل قوي ما احتاج اعمل ميديان استرنوتومي، قليل قوي ما احتاج اشق الشيست عشان اشيلها. مين يا ولاد اللي هحتاج اشق الشيست فيه عشان اشيلها؟ مين اللي هحتاج اشق الشيست عشان اشيلها؟ انت راس راس كريم تمام. اللي هو الرير قوي ده يا ولاد، الرير قوي ده، غير قوي ده، ولا هحتاج اعمل استرنوتومي عشان ايه اشيلها؟ ميديان استرنوتومي عشان اشيلها. فاهمين على ده؟ لا، لكن انا عادة بنشيلها من الرقبة، عادة بنشيلها من الرقبة. فاهمين على ده؟ لا. تويتس كده. الفيسيولوجيكال جويتر افكت الفيميلز مور ذان ميلز، اكيد لان الست هي اللي بتفور في اوقات البيوبرتي، الست هي اللي بتفور وهي اللي بتحمل.
فيسيولوجيكال بويتر بريزنت اس فولنس في النك، يعني النك منفوخه سنه، اللي هو فينوس نك. فينوس ده اللي هو اله الجمال. الفيسيولوجيكال جويتر از كاركترايز باي يونيفورم سموث انلارجمنت في ليشي نو نوديولز، سموث يونيفورم انلارجمنت نوت في ليشي نو نوديولز. الفيسيولوجيكال جويتر از نوت اسوشيتد وذ بريشر مانيفستيشن اور توكسيك مانيفستيشن، يعني اللي عندها فيسيولوجيكال جويتر دي لا عندها توكسيك مانيفستيشن ولا بريشر مانيفستيشن. الفيسيولوجيكال جويتر بتريزولف سبونتينيوس لما تولد تريزولف، او لما تخش الجامعه وتبطل تتضخم هتريزولف. طب فضل البت قالت لك بص انا رقبتي منفوخه وده مضايقني خالص، وصحابي بيلعبوا لي في رقبتي، صحابي كلهم بيتلموا عليا يقعدوا يلعبوا لي في رقبتي، اديها الاليسيروكسين، العلاج الاليسيروكسين هي تظهر. لو اديتها الاليسيروكسين حجمها يظهر. الداتا دي تمام يا ولاد؟ تبس دي كلها تمام؟ كلوي جويتر ده بيبقى دايما انديميك جويتر، يعني انديميك جويتر وبعدين خد لارج دوز اوف ايودين، يعني انديميك جويتر. انديميك اريا دي اللي هي الهايبر بلاستيك، هايبر بلاستيك جويتر، وبعدين خد لارج دوز اوف ايودين فبقت هايبر انفليوتد، هايبر انفليوتد اللي هو كلوي جويتر. كلوي جويتر عادة ما بين 20 و 40 سنة. كلوي جويتر ممكن تبقى كبيرة وديسفجر، يعني ممكن تبقى كبيرة وديسفجر. كلوي جويتر عادة ما بنعملهاش عملية يعني، ولكن ممكن تعملها برشا سيرجكت. طبعا انا قلت لكم دلوقتي بنعمل توتال. فاهمين يا رب؟ لكن الانديميك جويتر دي بتبقى بالعنج هايبر بلاستيك جلاند، وبعدين خد لارج دوز اوف ايدين فقلب بهايبر انفليوشن، فالجلاند ساعات بتكبر كده وتبقى مليانه كلويد، تكبر وهي مليانه كلويد فقالوا عليها كلويد جويتر. تعمل سورين كده في الرقبه ديسفيجرنج شويه، يمكن يخلي شكل الرقبه مش حلو يعني، بنعالجها بارشال ايه سيرودكتومي. تبس دي فيها حاجة؟ على فكرة هي بتمشي كونزرفاتيف عادة، رير جدا لما نحتاج نعملها بارشل سيرفيكتومي لحجمها كبير قوي يعني. شوية التبس دي فيها مشاكل يا رب؟ سيروتوكسيكوزيس كان اوكير ان سيمبل مالتي نودولار جويتر، 30% من حالات السيمبل مالتي نودولار جويتر ممكن تقلب توكسيك. وانتوا عارفين اللي بيقلب توكسيك الانتر نودولار تيشو وبيبقى اوتونوماس فيقلب توكسيك. البيست روتين تريتمنت للمالتي نودولار جويتر سبتوتال سيروديكتومي، انا قلت لكم دلوقتي توتال. يعني الجديد توتال، احنا مش بنعمل سبتوتال. Regarding simple multinodular goiter, surgery is inevitable. في مرحلة من المراحل هتعمل جراحة. بالنسبة للعينين بتوع simple multinodular goiter, surgery is inevitable. في مرحلة من المراحل هتعمل فيها جراحة. Prolonged compression of simple multinodular goiter على التراكية, long standing nodular goiter, ممكن يعمل كوندروماليشيا في التراكية. اللي هي تراكيوماليشيا. فاهمين هذا؟ لا التبس دي فيها مشاكل. مش عارف يا هدير انت ايه رايك؟ يعني انت لو حطيتي ايدك هنا هتقدري تيجي تحت الجلاند ولا لا؟ ايه الاخبار يا هدير؟ لو حطيتي ايدك هنا هتعرفي تجيب اللور بوردر؟
طيب خلاص تبقى في ريتروسترنال اكستنشن. شايفة سهلة يعني. اوكي، وهنا حتى لو حجيت احط ايدي لما دي تطلع شوية لفوق مش عارف اجيب اللور بوردر. فلا الميديا سباينال هعرف اجيب اللور بوردر، ولا البلانجنج هعرف اجيب اللور بوردر. الانتراثوراسيك دي بتبقى كلها في الشيست اصلا، ودي رير جدا 1%. هنخش على التوكسيك ايه جويتر. هو انت ولاد وراكوا حاجة في دروس ولا حاجة بعد الحصة؟ حلو جميل. تحبوا ناخد بريك 10 دقايق؟ دكتور جوزيف الساعة 9. طيب خلاص نكمل نكمل شوية وبعدين أسيبكم. حاضر حاضر، هكمل شوية كده وبعدين أسيبكم قبل الساعة 9 بشوية. أسيبكم اللي عايز يحضر الدكتور جوزيف، اللي عايز قرصه. بس أنا بيت على محمود، أعتقد إن أنتوا هتلاقوا الدكتور جوزيف بيقول لكم إن يوم الثلاث هتبقى الحصة الساعة 9:30 إن شاء الله. الحصة تبقى 9:30 يوم الثلاث، عشان بس أعرف يعني أفتح شوية الحصص يا ولاد. التوكسيك جويتر عبارة عن كلمتين على فكرة. توكسيك جويتر عبارة عن كلمتين، توكسيك وجويتر. هو عيان التوكسيك جويتر ده ولاد الجلاند بتاعته كبيرة؟ تمام، الجويتر كبيرة لكن هايبر فانكشن. لا الجويتر كبيرة لكن هايبر فانكشن، تفرز ثيروكسين كتير قوي. في ديفيوز توكسيك جويتر، يعني جويتر كبيرة هايبر فانكشن بس الجلاند ديفيوز، بس الجويتر ديفيوز، دي اللي بيسموها جريفز ديزيز. وممكن تبقى الجلاند كبيرة ونودولار، جلاند كبيره ونودولار، كانت سيمبل مالتي نودولار وقلبت توكسيك، وده بيحصل في 30% من الحالات، ويسموها بلومر ديزيز. وساعات تبقى الجلاند كانت نورمال خالص وبعدين حصل ورم، هايبر فانكشننج ادينوما. هايبر فانكشننج ادينوما، ورم ورم بناين تيومر، بناين تيومر، فيقولوا عليها توكسيك نوديول. مين الكومنست كوز اوف توكسيك جويتر؟ مين الكومنست كوز اوف توكسيك جويتر يا ولاد؟ جريفز، تمام. يليها يلي الجريفز على طول بلومر. بلومر تمام تمام يليها توكسيك نيديول. كلهم فيهم جويتر؟ كلهم فيهم جويتر. كلهم الثيروكسين اعلى من النورمال؟ كلهم الثيروكسين اعلى من النورمال، يعني كلهم التي 3 والتي 4 عالي، كلهم التي 3 والتي 4 عالي والتي اس اتش واطي، كلهم التي 3 والتي 4 عالي والتي اس اتش واطي. فاهمين يا ولاد؟ كلهم جويتر وكلهم توكسيك. في اسباب بقى رير كده، يعني مثلا حاجات بتحصل ريرتي قوي، يعني مثلا سيروتوكسكوزيس فاكتيشس ديو تو اكسس انتيك اوف ثيروكسين. يعني مثلا حد تخين، حد تخين وبعدين الحد التخين ده اولاد عايز يخس، فقالوا له خد ثيروكسين، لو خدت ثيروكسين هتحرق جامد. فمثلا هي خدت ثيروكسين عشان تخس وبعدين خست شوية،
وبعدين اهل العريس جايين قربوا يجوا، فهي عايزه تخس جامد قبل ما اهل العريس يجوا. فراحت بدل ما تاخد قرص ثيروكسين كل يوم خدت 4 كل يوم عشان تخس جامد، فراحت قلبها توكسيك. ده ثيروتوكسكوزيس فاكتيشس، دراج انديوزد، دراج انديوزد ثيروتوكسكوزيس. فهمتوها؟ لا ده لا، كلمة فاكتيشس على فكرة يعني دراج انديوزد، يعني العام بتاع السكر مثلا اللي عنده السكر لو خد انسولين وجاله هايبوجلايسيميا يقولوا عليها هايبوجلايسيميا فاكتيشس. فاكتيشس باللاتيني يعني دراج انديوزد. كلام؟ واضحة؟ الصاب اكيوت ثايرودايتس والهاشيموتو ثايرودايتس، فاولها بتعمل توكسيستي، يعني الهاشيموتو المرحله الاولانيه هاشي توكسيكوزيس، والديكرفان ثايرودايتس في المرحله الاولانيه بيبقى العين توكسيك. ودي امراض رير اصلا، دي امراض رير اصلا يعني، ولذلك من رير كوزيس اوف توكسيستي. تعال نشوف، هي دي اصعب واحده، ياد بيزدو. جاد ده بالالماني يا ولاد يعني ياد، الالمان بينطقوا الجي واي، يعني هما بينطقوا واي ويكتبوا جي، يعني نوع من الحول يعني. حتى في بويه في السوق اسمها يوتن، فانت لما تيجي تقراها تلاقيها جوتن، بس هما لما ينطقوها ينطقوها يوتن. بيزدو، بيزدو ده اسم واحد باشا هناك، الباشا بيزدو يعني حد جامد يعني. بيزدو ده كان عايش في منطقة انديميك، فالناس كلها عندها انديميك جويتر، فراح مديهم لارج دوز اوف ايدين. هو ما يقصدش، هو ده ميود، هو يعني ما كانش واخد باله ان الديود اللي هو بيديها لهم جرعة عالية قوي، ففي شوية منهم قلبوا توكسيك، فراحوا مسمين الظاهرة على اسمه ياد بيزدو. ليه بقى؟ لان الجلاند كانت هايبر بلاستيك قوي، الجلاند كانت هايبر بلاستيك قوي، والتي اس اتش عالي، والغد والخلايا هايبر بلاستيك، وبعدين خدت لارج دوز اوف ايدين، راحت واخده اليود وصنعت ثايروكسين وخرجته. الظاهره برضو غريبه، يعني هي مفروض لما تاخد لارج دوز اوف ايودين تعمل هايبر انفيليوشن وفلات ايبيثيليا، دي راحت عامله ظاهره غريبه، خدت اليود عملته ثايروكسين ونطرته بره، فسموا الظاهره دي ياد بيزدو. تعالوا بقى نقول بالراحه كده الحته دي عشان خاطر ايه، الحته دي هتلعب لكم في دماغكم. حد عنده تي اس اتش عالي، فالفوليكل بتاعته هايبر بلاستيك والفاسكولاريتي عالي. ليه؟ عشان هو عنده انديميك جويتر، فهو انديميك جويتر، فكان عنده نقص يود في الاكل شويه، فالثيروكسين كان قليل شويه، ام تي اس اتش عالي شويه، فالتي اس اتش لما عالي شويه خلى الجلاند هايبر بلاستيك، وبعدين خد لارج دوز اوف ايدين. هيتصرف ازاي بقى؟ هيتصرف تصرف من اثنين، يا اما الجلاند هتاخد اليود، الجلاند هتاخد اليود تحوله ثيروكسين، فيحصل له ترانزيانت توكسيستي، هي دي ياد بيزدو، هي دي ياد بيزدو. يا اما ان الجلاند تاخد اليود وتعمل كولويد كده وتعمل هايبر انفليوشن. الحقيقه الظاهره دي مش يعني مش مفهومه قوي علميا يعني. ليه بيحصل كده؟ محدش عارف. هقول لكم السيريز، هقول لكم السيريز.
بس قبل ما اقول لكم السيريز، انا عايز الحاجات المجرده، ان الهايبر بلاستيك جويتر لو خدت لارج اوف دوز اوف ايدين هتتصرف تصرف من اتنين، يا هايبر انفليوشن ودي خدناها في السيمبل مالتي نودولار جويتر، يا اما تعمل يابس دو ودي بناخدها في التوكسيك جويتر. الظاهره دي نفسها لو قلت لك خدها على الحماره عمارة، اوكي حمارة دي اللي بنحط لما تكون حاجة مش فاهمينها نقوم واخدينها كده وباصين لها بس خلاص كده اتاخدت على الحمارة. الحمارة دي احنا انتوا بتذاكروا بيها بقالكم كتير قوي كتير، ده تلات ارباع المنهج بتاخدوه على الحمارة من غير فهم اصلا. تعالوا بقى نقول سيريز. اول سيري، ناس قالت ان الناس دول عندهم انزيماتيك ديفيشنسي، فلما اليود دخل وعمل كولويد ما عرفتش الجلاند تخرجه، عندهم نقص انزيم اسمه بروتييز. قال لهم عندهم نقص انزيم اسمه بروتييز، البروتييز ده اللي هو بيكسر الساير جلوبولين، بيقول لك البروتيز قليل فما عرفتش تاخد الكلويد تخرجه، قامت عملت الكلويد جويتر. لكن هي دي اللي نورمال، هي دي اللي نورمال، لما خدت اليود حولته لثيروكسين وطلعته في الدم، فدي الانزيمات بتاعتها نورمال، لكن دي الانزيمات بتاعتها قليله. دي نظريه. النظريه الاولى ان قدره هذه الفوليكل على سحب الكلويد قليل. طب وليه الفوليكل دي ما كانتش قادره تسحب الكولويد ترميه في الدم؟ عشان البروتيز قليل شويه، قليل قليل شويه. حكي بقى، عارف انتوا مجانين، انا ممكن اقول البروتيز قليل شويه اقول لك ما فيش بروتيز، ما فيش بروتيز، امال هي بتستغل ازاي؟ بتستغل ازاي وبتطلع ثيروكسين؟ بتطلع ثيروكسين عادي البروتيز، بس بدل ما هو 100% بقى 90%. ايه يا ليمبي؟ ايه في ايه؟ بقول قليل شويه، بقول له لا شويه ما تسمع الكلام يلا. يعني هي فيها بروتيز؟ فيها بروتيز بس قليل شويه. فمش عارف يسحب الكلويد كويس، يعني عامل زيك لما المذاكره تزيد عليك تهنج. عندك نقص انزيم المذاكره. هي عندها نقص انزيم البروتيز. فلما الكلويد زاد ما عرفتش تسحبه، ما عرفتش تسحبه. انما دي البروتيز بتاعها كان كده، كان كده جميل، راح سحب الكولويد ورماه في الدم، راح عامل ترانزيانت توكسيستي. النظرية دي اوكي ولا؟ اليابس دو، لان الطبيعي لما تكون جلاند جعانة كده وتديها يود تقوم واخده اليود ومطلعه ثيروكسين، تدي يود اكتر، يود اكتر، ثيروكسين اكتر، زي صودا اكتر، ليمون اكتر. ومصطفى يعني ايه بليز دي؟ بليز دي يعني ايه يا مصطفى؟ اجيب بليز. طيب واحد التي اس اتش بتاعه عالي، لان عنده اندمج جويتر، فالتي اس اتش عالي، فالجلاند مفجوعه، هايبر بلاستيك وهايبر باسكولاريتي. دي اوكي؟ دي مفهومه؟ الخطوة الأولانية دي أوكي ولا؟ طيب خد لارج دوز أوف أيدين، راحت الجلاند المفجوعة دي، خدت اليود، راحت محولاه لثيروكسين ورمياه في الدم،
يعني خدت اليود حولته لثيروكسين ورميته في الدم، فالعيان جاله ترانزيانت توكسيستي. شعار الجي اي تي يا ولاد، اديني اكل اديك كاكا. شعار الكلاوي، اديني دم اديك بول. شعار الثيرويد، اديني يود اديك ثيروكس. دي واضحه؟ this is due to increase uptake of iodine. يعني تخيل انت لما تبقى جعان كده حط قدامك كباب وكاكا بقى كتير. اوكي؟ الريسبونس الاولاني واضح؟ في حد عنده مشكلة في الريسبونس الاولاني؟ سوزا كولويد ريسبونس رقم نور. كلامي واضح؟ الريسبونس الاولاني واضح؟ لا ما تيجي على الريسبونس الثاني لسه ما قلتوش. او لا، الريسبونس الاولاني واضح؟ حلو. طيب الريسبونس الثاني، الجلاند خدت اليود وحولته الكولويد، جت الخلايا تسحب الكولويد ما عرفتش، لان الخلايا عشان تسحب الكولويد وتوديه الدم محتاجه انزيم اسمه بروتيز عشان تاخد الكولويد وتطلعه بره في الدم. البروتيز ده شغال بكفاءه 80% بس مش 100%، فما عرفش يسحب الكولويد. هو هيسحبه بس وقت بقى، يعني هاخد وقت على بال ما اسحبه، بطيء بطيء عشان شغال بكفاءه قليله بطيء، فالكولويد تراكم ولم يتم سحبه كله نتيجة نقص الإنزيم. الكولويد تراكم ولم لم يمكن سحبه نتيجة نقص الإنزيم. التوكسيستي حصلت عشان الإنزيم شغال حلو يا مريم، فخد الكولويد وحوله يا اولاد. الكولويد اللي هنا ده عشان يطلع بره عايز بروتيز، عشان يتاخد من هنا ويطلع بره في الدم عايز بروتيز. لو البروتيز هنا كان حلو قوي، حلو قوي، ولانه حلو قوي خد الكولويد كله ورماه في الدم. الانزيم كان حلو قوي فخد الكولويد كله ورماه في الدم، لكن اللي عنده الانزيم قليل، لم يستطيع سحب الكولويد لان الانزيم قليل. اخر محاوله بعد كده حمره، يعني اخر محاوله بعد كده حمره. التي اس اتش عالي، وانا اديت لارج دوز اوف ايدين، فالجلاند خدت اليود وراحت عامله كولويد كتير. خلاص، لو الانزيم حلو يسحب كولويد ويودي الدم، الانزيم حلو يسحب الكولويد ويوديه الدم، لو الانزيم وحش مش هيسحب حاجه. الحقيقه هو فيها نظريتين ثلاثه، بس هي دي اسهل نظريه، اللي انا عمال اشرحها لكم دي اسهل واحده، وانا مش هخش بقى في الاول في الشيكوف وبتاع، لان انتوا واضح ان انتوا عندكم مشكله، يعني في طلبه فيكم مش طبيعيه، فاهمين؟ يعني في يعني مثلا اشوفوا السؤال اللي بعد كده. نور لقيت نفسها مش قادره تعمل حاجه، فهمت بس متضايقه، قالت لي مين اللي اكتر؟ الاكتر بتاع الكولويد، ان الانزيم بيبقى ناقص.
لان الياد بيز دو رير رير ريسبونس، الياد بيز دو رير ريسبونس. انا مش مطالب باسعاد حد يا دي هشام، مش مطالب باسعاد حد، بس انا عايز بس وانتوا بتقروا، يعني كل اللي انا عايزه ان انت بتقرا ما تحسش بغربه. لما اقول لك مثلا ساير توكسيكوزيس فاكتيشس، تبقى عارف ان دي وليه خدت ثيروكسين زياده على اللزوم عشان تخس، دراج انديوز. لما اقول لك مثلا سب اكيوت ثايرودايتس، عايزك تاخد بالك ان الهاشيموتو بيعمل في الاول ثايروتوكسيكوزيس، يعني والديكربان ثايرودايتس بيعمل ثايروتوكسيكوزيس. فالدنيا سهله، الدنيا سهله. يابس دو يابس دو، ده عيان انديميك جويتر، خد لارج دوز اوف ايدين فقلب ترانزيان توكسيستي. فانت لما تيجي تقرا اوكير ان كيس اوف هايبر بلاستيك انديميك جويتر ابون بسبب ادمنستريشن اوف لارج دوز اوف ايدين، خلاص يعني واحد هايبر بلاستيك جويتر ادوله كتير راح عامل ثايروكسين كتير بس خلاص. روح للدكتور جوزيف، انا خلصت خلاص، روح للدكتور جوزيف وسلموا عليه. روح الدكتور المطري بيسلم عليك. الدكتور جوزيف من الناس على فكره المحترمه جدا، يعني بني ادم يعني محترم لحد كبير قوي والله.